أحلى صباح. صباحكم بالخير مشاهدينا من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، اكيد اليوم صبحيه جديده، يوم جديد ونهار جديد، على امل انه يكون نهار سعيد. شو حلو انه نرافقكم ببرنامجنا الصباحي احلى صباح، وشو حلو انه اتشارك هيدي الحلقه انا وزميلي جوزيف ابراهيم. صباح الخير جوزيف. بونجور رنا، واكيد بونجور كمان لكل المشاهدين اللي عم بيتابعونا، يعني ان شاء الله يكونوا هيك يقضوا صبحيه حلوه وانطلاقه نهار حلو كمان اكيد عبر شاشه تلفزيون لبنان وبرنامج احلى صباح. طبعا اكيد يعني جوزيف صراحه نحن صرنا زمان ما طلعنا بالحلقه سوا، يعني لونج تايم، انا اشتقت لانه نكون سوا بهيدي الحلقه، واليوم نسبه ل طلعتنا سوا بهيدي الحلقه ونسبه لفريق العمل الناجح ببرنامج احلى صباح. حابين احكي عن ببدايه هيدي الحلقه عن البيئه الصحيه يلي بتنخلق بالعمل. اوكي زوزو، اليوم لما يكون الاشخاص عم يشتغلوا ببيئه صحيه بيكونوا عم بيعطوا اكثر، عم يكونوا عم بيقدموا اشياء من قلبهم، بيكونوا عم يبتكروا اكثر. اليوم انت شخص فعلا هلا هيك عم بتشارك هذا الشيء انا وزملائي والمشاهدين، اليوم لما يكون جوزيف معنا بالحلقه انسان بيعطي طاقه ايجابيه، انسان بيعطي حياه، وبنكون كلنا سعيدين لانه نكون عم نتشارك معك هذه الحلقه فعلا، وخاصه كمان جوزيف انه انت بتدعم كل فريق العمل، وكمان بدي اقول انه فريق عمل احلى صباح ان كان من البروديوسر وحتى المخرجه حتى الزملاء وطاقم العمل وفريق العمل جميعا، كله فريق كامل متكامل بيعطي انرجي لهالبرنامج لحتى يكون عم يعطي طاقه ايجابيه ويطبع صوره حلوه عند الاشخاص. مظبوط رنا، يعني بعتقد اول شيء ميرسي لك على كل كلام حلو خجلتيني على الصباح بس نحن يعني عن جد بفريق العمل تحيه لكل شخص بتلفزيون لبنان وكمان بهذا البرنامج بالتحديد، لانه نحن عم نكون كل يوم كمان على الهواء بطريقه مباشره، عم نضيوف وكمان مواضيع كثير مهمه، فهيدا الشغل كمان مش هين. نحن بنعرف يعني الوضع بالبلد ككل وكيف كل شخص كمان عم بيكون عم بيعطي من حاله وعم بيعطي من وقته كرمال مقابل كمان يا شيء كتير بسيط، يعني لا مقابل بالمرة طبعاً. فأكيد تحية لكل الأشخاص اللي عم بيحطوا من وقتهم ومن طاقتهم كمان لأنجح هيدا المحطة وخلوها مكملة ومثابرة. أكيد اليوم كيفية توفير بيئة عمل صحية في طرق كتيرة، ولكن منا بنقدر نكون عم نوفر هيدي النصيحة عم تتوجه للمدراء او لاصحاب العمل. اكيد يفضل دائما جوزيف انه نكون عم نعطي مساحه كافيه للموظفين ليقدروا يكونوا عم يعطوا بالاختصاص يلي عم بيقدموا فيه وما يكونوا عم يقمعون. هذا الشيء بيأدي، هلا بخبرك من بعد الامور يلي لازم يقدموها لشو بيأدي، تحفيز الموظفين طبعا هذا الشيء بشجع، يعني دائما لازم نكون عم نشجعهم ندعمهم نفسيا ومعنويا، وكمان يفضل، بعرف انه الظروف الماديه صعبه، ولكن يفضل دائما انه نكون عم ندعمهم ماديا ان كان ببونس صغير او ان كان ب اوقات انسنتيف، يعني بيعطوهم تارجت كوميشن، فهيدي كمان بتاثر يمكن صحيح الشغل. دائما كمان التعلم المستمر ببعض المجالات او بكل المجالات هذا الشيء بيعطي تحفيز وطاقه وهيك مثل كانه قوه دفع للاشخاص ليكونوا عم بيقدموا اشياء جديده. خلق روح الفريق والتعاون هيدي من خلال برنامجنا وفريق عملنا اكيد مستوحاه، ومد يد المساعده هذا الشيء بيساعد الافراد ليكونوا عم بيقدموا نجاحات، يكونوا عم بيشتغلوا بطريقة جيدة جدا، وبالتالي لما نقدم هيدول الأمور هيدا الشيء بيساعد الأشخاص على الاستمرارية، بيساعد على زيادة الإنتاجية، وهيدا الشيء يلي كل الأشخاص بيكونوا عم يسعوا أنه يكونوا عم بيحصلوا عليه. أهم نقطة جوزيف هي الراحة النفسية، لما يكون الموظف عنده راحة نفسية بالتالي راحة جسدية وعقلية وذهنية، فبكون عم بيكون عم بيقدم ابتكار جديد وتطورات في المهارات. فهذا الشيء فعلا بيخلق خلية كاملة متكاملة عم بتأدي لنجاحات وتطورات واستمرارية. أكيد يعني رنا كل النقط اللي غطيتهم هن نقاط كتير مهمة، ودايما منقول يعني لما يكون في صاحب شغل أو يكون في مدير بالشغل هذه الفوقية والواحد أنه هو بمركز أعلى وبده يتعامل مع الآخرين بطريقة
هيك بتعالي، هيدي بتأدي لكمان يكون الموظف ما بقى عنده لاخر ما بقى عنده دفع ولا بده يشتغل طبعا. وبذات الوقت بتخلق له هذا الاكتئاب وانه بده يفتش على شغل ثاني، وهذا اخطر شيء بالنقطه اللي لازم يخاف منها صاحب العمل. لما يكون صاحب العالم عمل مسلم شغله لحدا ما بده يشتغل، هون لازم بلش يتلهم. فانا دائما بقول لما يكون صاحب عمل موظف شخص، مثل لما يكون ام موظفه بنت تقعد مع او الصبي يقعد مع ابنها او بنتها، فلازم نعملهم بطريقه كتير منيحة، لازم نكون عم نأمن لهم لأنه هن عم بيستلموا شيء كتير مهم لنا ويمكن أهم شيء عنا إياه بالحياة طبعاً. فنعمل هول الأشياء الصغيرة اللي كمان ذكرتيهم، بعتقد بنخلق جو كمان من الأخذ والعطاء مع الموظف. يعني طبعاً. الموظف لما يكون هو على الأرض وعم بيشتغل لازم نسمع له أفكاره، مش أنا صاحب العمل لازم أقعد قول لا انا اللي بفهم اكثر شيء. لازم ياخذ وقت مع الاشخاص كمان اللي على الارض، وحسسه للموظف انه هو كمان مشمول بهذا البزنس وهو شخص كتير مهم وكمان مورد كتير مهم لهذا البزنس، ومش بحي الله ضيقه بقدر اتخلى عنه. هذا كله اكيد مثل ما قلت بيخلق جو هيك هلتي بالشغل طبعاً. وبذات الوقت بخلينا نضل مقربين لقدام. وفي نقطه بس بدي اختم فيها لهذا الموضوع، انه الاشخاص اليوم نسمع كتير اشخاص بيقولوا ما جاي على بالي روح على الشغل، ما عنده نفسيه motivation. ما عنده دفع. لما توصل لهيدي المرحله نصيحه فعلا موجهه لإلي ولكل الاشخاص، ابحث عن بديل، ما توقف هون، فتش على شيء بيشبهك، فتش على شيء تتطور فيه وتكون عم بتقدم من خلاله القصص يلي بتخليك تكون انت سعيد وبالتالي عم تعطي انتاجيه جيده جدا. اكيد لانا دائما لما نقدم على شغل بنشوف الشغل هيدا الحلم الكبير، هيدا هو اللي بدنا اياه وبدنا نوصل له. واوقات كثير لما نبلش الشغل بنكون محمسين ومندفعين، وبنوصل لمطرح بنحس انه لا انا هيدا الشغل ما بقى عجبني، ما بقى عم بتطور فيه، ما بقى عم لاقي اشياء جديده اعملها، فتت بروتين وبلش فتش على حل بديل او بفتش على شغل ثاني. ولكن دائما نحن عم نشتغل كمان ننتبه على اشياء فينا نظبطها بالشغل اللي نحن فيه. اذا ما قادرين نظبط هول الاشياء وما قادرين نتحكم فيها، ساعتها بنفتش على بديل طبعاً. ولكن في اشياء اوقات صغيره بنقدر نغيرها فينا كمان بتخلينا نتحسن ونلاقي فرق كثير كبير. فميرسي كثير على هالمقدمه الحلوه لنا، وان شاء الله كل اصحاب العمل يكونوا اليوم عم بيسمعوا هيك يروحوا على الشغل بنفسيه جديده شوي، يضحكوا ويقولوا للكل، يبلشوا هيك يقولوا يعطيكم العافيه، غير ما نقول لهم شو عملتوا اليوم طبعاً. وليه ما عملتوا هيك، بلش ناخذ القصص بطريقه شوي ايجابيه، ما نكسر من هدول الاشخاص. رح نعمل جوله سريعه لنا على الضيوف اللي عندنا هن اليوم، لانه عندنا حلقه غنيه كثير كمان بالمواضيع طبعاً. رح نكون بمقابله مع الشاعر والكاتب عبد الحليم حمود اللي رح يحكينا عن اصدار كتاب جديد له بعنوان الجمر. حلو كتير. كمان رح نتابع مع علي شعيب، رح يكون موضوع هيدي الفقرة موضوع غني جدا زوزو، رح نحكي عن النحل وأنواع العسل وكيفية اكتشاف العسل المغشوش، كمان موضوع كتير مهم. وأكيد هلأ يعني بنعرف نحن قد النحل كمان صار من الحيوانات اللي كمان معرضة لخطر الانقراض، فهذا الشيء كتير مهم أنه نكون نحن عم ننتبه له بلبنان، خاصة أنه عنا هذا المورد بطريقة كتير كبيرة، فحلو كمان ننتبه له. هنكون كمان بانترفيو مع دكتور أنطوان أبو فياض ودكتور رنا الحاج وأنور السهيلي، رح يخبرونا عن مشروع جديد عم بيقوموا فيه، التحليل الجيني للأوبئة المجتمعية باستخدام تقنيات متطورة اسمها الجيل المتقدم للتحليل الجيني. واو. اللي هي كمان عم ببلشوا يطبقوها بالعديد من المستشفيات اللي نحن بنعرف بلبنان بعدهم عم بيستعملوا تقنيات قديمة ليقدروا يعرفوا شو الأوبئة أو الجراثيم، فهلا عم بجربوا كمان يطوروا هذا الموضوع ويكفوتوا على كل المستشفيات. كمان رح نتابع اليوم بفقرة ديكور والزميل شرب الكرم، اليوم محضر لنا مواضيع جدا شيقة حلو، رح نحكي عن كتير أمور بهيدي الفقرة مثل العادة. شربي يعني كيف بيكون محضر لنا أشياء جديدة. وبنختم اليوم مع دلال القيس الفنان التشكيلية وعضو بجمعية شباب شر حبال، كرمال تحكوا عن معرض الفن التشكيلي بعنوان مبدعون تحت سماء صيدا. قديه حلو عم نشوف العديد من المعارض واصدارات الكتب والمسارح كمان، واكيد بنعرف هلا نحن عم نقرب الصيفيه بيزيدوا المهرجانات كمان. صحيح. فشو حلو يعني نكون هيك بلشين الصيفيه بطريقه كمان كثير بوزيتيف. اجابلي صحيح. وحلو انه كمان يكون الاشخاص عم بيعملوا الامور يلي هن بحبوها. بنرجع بنقول وبنذكر انه الطاقة الإيجابية تستمد من الرياضة والخروج بالهواء الطلق والشمس. أكيد. لهيك نحن دايما في عنا فقرة رياضة ببداية برنامجنا الصباحي، خلينا نشوف فقرة رياضة وجولي رمال.
مرحبا، ما كنت جلي رمال. اليوم نحن بدنا نركز على الباور ورك اوت لأبر بودي مع وزن خفيف، يعني كيلو، كيلو ونص، ماكسيموم 2 كيلو. اليوم نحن بدنا نشتغل على البايسبس والترايسبس، الكتف والأبر باك هون. alright so let's begin very easy. We're gonna start side touch هون 10 مرات هون. يلا let's go. number 2 full نفس 3 يلا 4 5 6 7 8 9 10 يلا العشرة نحن عندك stop. we're gonna power in and out 10 مرات. شد الماضي منيح لجوا. يلا let's go. number 4 5 6 7 8 9 العشرة نحن بدنا بروم على الشمال مع بوكس بوكس وميني سكوات هون. alright let's begin 10 مرات. 1 2 3 let's go. number 2 2 2 3 3 3 هلا بس عم تعمل بوكس لازم تعمل فول ستريتش. ليتس جو 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 يلا اخر وحده. اوكي اكسلنت. هلا بدعمل بوكس بس على الشمال رايت فول اكستنشن. سكويز يور ستمك. شد الماضي منيح لجوا. يلا ليتس جو 5 6 7 8 9 العشرة زيت الشيء بس هلا اليمين. ready let's go full box. 1 2 full power. 3 4 5 6 7 8 9 العشرة نحن عندك stop. خلينا نشتغل شوي على الكتف. you're gonna push your hands لفوق لتحت سرعة. 1 2 good full stretch. 3 4 5 6 7 8 9 العشرة نحن عندك stop هون. we're gonna push one hand لتحت لفوق كمان عم تعمل stretch لتحت. let's go 5 6 7 8 9 and stop and change. تاني ايد. let's go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 والعشرة في stop هون. you're gonna open up your arms. افتح الشست الصدر هون. 3 4 5 6 7 8 9 خلينا نرجع هون على الكتف. you're gonna open up the arms على الجنب ونرجع هون. يلا خلينا ركز. 2 يلا keep going full power. 3 push 4 and 5 6 7 8 9 9 هلا بايسبس على الجنب هون. ready full power بس عشرة هون. شدر على الدليل منيح. let's go power workout. 3 4 5 6 7 8 9 هلا directly على الترايسبس. roll your shoulders back. instead of تكون لقدام we're gonna push triceps هون 10 مرات. يلا 1 2 3 push 4 5 6 7 8 don't stop, don't stop. bring your hands لقدام. you're gonna press your hands على الجنب ونرجع هون 10. let's go 1 press 2 3 4 keep going 5 6 7 8 9 stay with me. نرجع هون على box على الشمال box box triceps هون. let's continue. alright هلا بالهيدا حركات نحن عم نشتغل كثير على stretching stretching stretching. okay so we go شمال يمين tricep extension. go 2 2 2 full stretch power. 3 3 3 breathing 4 يلا excellent keep going. number 5 alright here we go. number 6 excellent. number 7 press and stretch. يلا 8 number 9 excellent. اخر واحدة بوكس بوكس ترايسبس. ريلاكس يور ماسلز. خلينا نشتغل زيت الشيء هلا اليمين. ready let's begin بوكس بوكس ترايسبس. هلا بس عم تعمل ترايسبس جلسة ظهر هون. هيدا ممنوع. نحن بتكون ستريت باك. alright again we begin 1 2 3 يلا 2 3 excellent breathing 4 4 هلا عم اشتغل مع كنترول واكيد في باور هون. يلا هلا 5 يلا 6 excellent 7 اوكي
Here we go. Number 8. Excellent. Number 9. يلا اخر وحده. 10 triceps. نرجع البايسبس. Number 2. The second set. Let's full stretch it all the way up and down. Power. Okay. So هلا بالهيدا الشغل يعني نحن عم شغل على الستريتشنج على العضلات صغير وكبير كمان بنفس الوقت اوكي هلا بس خلصت قشره نرجع الشولدر بريس لفوق Are you ready? Let's go من الصدر we go all the way up down 2 breathing full power 3 4 5 6 7 8 9 Stop هون. We're gonna reach the right hand again. لتحت لفوق 10 مرات. Full power. شوي أسرع هون. Keep working out. يلا let's go. بعد 4, 3, 2, and change your hands. Each knee. لتحت لفوق 10. Let's go. 3, 4, 5, 6, 7. We're gonna get ready now for the back exercise. Ready? We bring the weights. على الصدر. نرجع هون. Back is straight. Open and close عشر مرات. 1, 2, breathing. 3, 4, 5, 6, 7, guess. 8, number 9, العشرة في stop هون. Bend your arms at 90 degrees. Let's go down. لفو عشرة. Okay? So نحن عم نشتغل كل العضلات سرعة, okay? For a power workout. بس عشرة دقيقة maximum وخلصت هون. Alright? Let's go. بعد 4. 3, 2, آخر واحدة. Take a break. Relax your muscles. Excellent. حاليا ركز هلا على upper body, the back muscles, the ظهر. Alright? So nice and easy. We're going to go ahead. Turn, turn, press, press. نرجع. Turn, turn, يعني stretch, stretch. Squeeze, stretch. يلا 10 مرات. 3, 3, 3, 3. حاليا راسنا فوق هون 4. Full press 4 و4. 5 excellent هلا بس عم برم هون برم اكثر على اليمين بعد and press press again we go 1 2 3 4 يلا اخر وحده هون excellent and let's go change your sides هون على الشمال زيتي حركه all right we turn 1 2 3 4 okay full stretch 2 excellent and press 2 number 3 Excellent. يلا let's keep going. 4 and press. Okay. هلا 5 press. Okay. 6 excellent. 7 press. يلا 8 press. يلا بعد في 2 9 press. Okay. اخر واحدة هون and press. Roll your shoulders back. We open our shoulders. Let's go. 5, 6, 7, 8, 9. Change directions. لقدام 10 مرات. Okay? As much as you can. لفوق لتحت. 5, 6, 7, 8, 9. على 10 you're going to lock your hands لتحت. Stand straight. جلسة ظهر هون. Pick it up. 1, 2. Last exercise. آخر حركات يوم. And you're doing a great job. يلا بعد 5. Keep going. بعد 3. 2. آخر واحدة. شيل الوزن هون على الجنب. هلا تعمل شوي stretching هون. Opening your arms. Relax your chest. Excellent. إيدين لفوق لتحت شوي مرتاح. All right. So هيدا حركات نحن فينا نعمل كل يوم. يعني بس 10 دقيقة. Very quickly. بس بتكون أحسن وأحسن. تعمل أكثر وزن يعني. بركي هلا يوم نحن بلشت مع كيلو. تاني مرة بتكون كيلو ونص، ثلاثة مرات بتكون 2 كيلو، اوكي بس مش أكثر من 2 كيلو. هيدا بدي أعمل شوي العضلات هون البايسبس، ترايسبس، الكتاف، الصدر، شولدرز، اوكي؟ Very important to breathe and drink your water during the exercise. بس خلصت تاخذ نفس، inhale, exhale، بعد مرتين هون، relaxing your mind, feeling good this morning. And don't forget to watch me on the next episodes. See you guys next time. عودة
عودة لكم مشاهدينا لنعرف أكثر عن النحل وعن كيفية اختيار العسل الصحيح والتفريق بين العسل الصحيح والمخشوش. بدي رحب بضيفي علي شعيب. أهلا وسهلا فيك بحلقتنا اليوم. يعني بهيدي الصبحية اليوم رح نحكي عن العسل وعن النحل وعن كيف بنقدر نفرق بالعسل المنيح أو عن العسل المخشوش. يعني اليوم نحن أشخاص صرنا مؤخرا أكيد وهو هذا الشيء اللي لازم يصير أنه نتبع طريقة غذائية معينة، والعسل هو من أول المكونات المهمة اللي لازم نستخدمها بحياتنا اليومية. اليوم علي أنت حضرتك مختص في تربية النحل، خليني أبتدي معك بالسؤال الأول وهو من شو بتتألف خلية النحل؟ لا، خلية النحل تتألف من الأثير اللي هو صندوق التربية، بالإضافة للإطارات اللي هي البراويز والملكة والعاملات والذكور. نعم، كيف بقدر فرق الملكات؟ يعني هي بتتألف من كم؟ الملكة الأساسية بالخلية. نعم، واللي هي بتبيض عاملات أناس والذكور. هي البيضة وحدة، والبيضة الذكر هي بتطلع غير مخصبة، والعاملة تطلع بيضتها مخصبة. نعم، طيب اليوم دورة حياة النحل يعني هي في لها دورة معينة، هل هذا الشيء بيصير سنوي أما بيكون على مدى طويل؟ كيف بتتم عملية دورة حياة النحل من البداية حتى النهاية؟ النحل من أول ما بتخلق أول 3 أيام بتشتغل على تنظيف العيون السداسية. تنظيف العيون؟ العيون السداسية بتعقمهم بتجهزهم يلا تبيض فيهم الملكة. نعم، أو لا يصير فيهم تخزين العسل. نعم، مين يلي بيقوم بهيدي العملية؟ العاملات. نعم، اللي هي النحل العادية اللي كل العالم بتعرفها. هن كم يعني قد ايه اعدادهم تقريبا؟ ولكن ما بينحصوا، كل خلية بتختلف. نعم، تعدادها. نعم، اوكي، بتبتدي بهيدي ترجع من رابع يوم لسادس يوم بتغذي الإيراقات. نعم، ترجع من 7 يوم ل 12 يوم بتهتم بال هي من الاربع من رابع يوم لسادس يوم بتهتم بالإيراقات. ترجع من 7 يوم ل 12 يوم تتفاعل عندها الغدد البلعومية. نعم، بتصير منتجة لغذاء الملكة، بتغذي الملكة وتصير هي من الوصيفات تهتم بالملكة. اوكي، ترجع من عمر 13 ل 15 يوم بتصير هي وظيفتها بتنتج شمع وبتستقبل الرحيق لفترة 18 يوم. نعم، بترجع بتشتغل 3 ايام نحل سارح، حرس على الباب. وبترجع بتظهر على الشغل لتجيب الخلية من شو بتحتاج، مي، رحيق، بروبوليس، عسل اللي هو الرحيق. وبترجع بذات الوقت بتضل عايشه لل 45 يوم. يعني بفهم منك انه هيدي العمليه كلها بتكون عباره بس عن 45 يوم؟ صح، بالموسم، بالشتاء نحن بتعيش 5 اشهر. بترجع بتعيش 5 اشهر؟ بهيدي 5 اشهر بتكون الملكه عم تنتج العسل؟ لا، ال5 اشهر هي فتره تشتية. شو يعني؟ فتره ثبات للنحل. اوكي، بضل شو بيعمل النحل بهيدي المرحله؟ فتره ثبات، بضل هو بحافظ على حاله وعلى مخزونه. اوكي، بينطر الموسم ليرجع انطلاقه جديده ليرجع يجيش ويكبر ويستمر بالحياه. طيب اليوم منتجات خليه النحل هي عباره عن شو؟ هلا منتجات الخليه العالم اغلبها بتعرف انه هي 5 بس، ولكن هي 7. بنبلش بالشمع، عسل، غذاء ملكي، حبوب لقاح، العكبر. بيرجع عنا لسمن النحل، هو باللسع المباشر او بالبودرة السم اللي بيدخل بالادويه. يعني هيدول السبع اسس. هلا حضرتك ذكرت. نعم، ذكرت 6 في الماده المغيبه اللي هي ماده الجيموجينات. اللي هي من عصاره اللي رأى الذكر. نعم، هذه ماده مغيبه. اهم من غذاء الملكه، وبتشترك مع غذاء الملكه ب 50 عنصر وبتتفوق عليه بالقيمة الغذائية تعيدها. اليوم قلت لي في من منتجات النحل الشمع. صح. هيدا الشيء منه صالح لل صالح للأكل. صالح للأكل، يعني بنقدر نستخدمه. هو طبعاً مثله مثل العسل، فوائده مثل العسل؟ لا لا لا، كل شيء بيختلف عن تاني فوائده. كل منتج يختلف عن. صح. طيب لشو بنقدر نستخدم الشمع؟ هلا في كثير بيستخدموه لعوارض المعدة، من بتساعد يعني بعملية الهضم. بس بتساعد بعملية الهضم. طيب يعني نقدر نستخدم العسل والشمع حبوب اللقاح. نعم، وغذاء الملكة. نعم، البروبوليس اللي هو العكبر. غذاء الملكة شو بيفرق؟ غذاء الملكة هو تقريبا من أجود منتجات الخلية،
يعني كل بيت ملكي بيتطلب من 1200 ل 1300 زياره من النحل على البيت الملكي لحتى يفرزوا هذه الماده الهلاميه البيضاء اللي هي الملكه بتربى عليها. طيب فبس اليرقه تاكل غذاء الملكه بتطلع ملكه. وبس اليرقه تاكل خبز النحل اللي هو حبوب اللقاح مع عسل بتطلع عامله. طيب اليوم في انواع لملكات النحل؟ صح. خبرني شوي عنهم. هلا النحل بالعالم يعني اكثر من 20,000 نوع. بس المنتخبين عالميا لجني العسل هن مثلا ملكات البيكفاست، كارنيولي، الكارنيكا، لوجيستيكا، الكورديفون. هل يعني سلاله صار في عليها تهجين طيب لانتاج العسل، ومن ناحيه الرواء يعني اخف عدائيه من غيرهم. نحل مشغول عليه على السلالات ليكون صالح لل اليوم. كل خليه علي كل خليه بيكون عندها ملكه واحده ولا ممكن لا يكون ملكه واحده؟ يعني ما بتزبط او لا. يستحيل انه يكون في ملكتين بنفس الخليه ابدا. بيتقاتلوا الاول اللي بتبقى كيف بتصير العمليه؟ بيتقاتلوا يعني شو بصير؟ هن بيتخانقوا مع بعض الملكات. اللي بتقتل الثانيه هي اللي بتبقى بالاخير. اوكي. طب خبرني عن طرق التغذيه للنحل واهميتها. هلا طرق التغذية هن بينقسموا لجزئين. نعم. تغذية تحفيزية للواحد بس بده يجيش النحل، بده يعطي رحيق اصطناعي. وهول طبعا خارج مواسم العسل، ما دخلوا بالعسل نهائيا. اوكي. هلا انا وياك كنا حكينا تحت الهواء عن الاوقات يلي بتنتج فيها خلية النحل العسل، قلت لي هلا في مواسم معينة، ولكن هلا عم بتقلي انه لما نعطي الرحيق يمكن تنتج عسل بكل المواسم؟ لا لا لا، هون بصير في غش. هلا الطريقة هذه طريقة هون فتنا لصلب الموضوع، الغش. 100%. اوكي. نعم. بس هلا بموضوع التغذية هي كثير كثير ضرورية لحياة النحل. نعم. احنا عم نحكي على حياة النحل. يعني الواحد مجرد ما يقول بده يربي بده يهتم، بده يقدم المسكن والدواء والغذاء. طيب. طيب انا هلا لما بدي احافظ على النحل او لجيشه يعني تكبر اعداد الخليه بالنحل. نعم. بدي اروح اتجاه التقسيم اللي هو يزيد عدد الخلايا او تجيش لاستقبال المواسم. نعم. فهون بده يكون في تغذيه تحفيزيه لبناء الشمع، عشان كل كيلو شمع بيتطلب مقابله 9 كيلو عسل. يعني النحل ينتج كيلو شمع هو ينتجه بده مقابله 9 كيلو عسل. اوكي. فهون لازم الواحد يعطي كميات تحفيزيه للنحل يصير يبني ماده الشمع وتبلش الملكه تبيض ونحن نزيد اعداد النحل بالخلية. نعم. فهي كلياته خارج مواسم العسل. مثل مثلا لنفوت على تشتيه للنحل بمواسم مثلا بالخريف. نعم. بالخريف في عسل. صح. بكون النحل متراجع. صح. فنحن هون بدنا نعمل محاكاة للطبيعة. طيب. النحل عم يجيب من الطيون حبوب اللقاح. والمرعى كثير كثير فقير بالرحيق. فهون النحال لازم يتدخل، نوفر نحن الرحيق. والنحل عم يجيب حبوب اللقاح، اكتملت عندها التغذية، الدورة عندها. نعم. فنبلش نحن نجيش لنفوت بنحل نضيف خالي من الأمراض، وهذا النحل اللي هو الجديد اللي طلع من هذه التغذية التحفيزية هو اللي بده يبيت على الشتاء، مع لأن النحلة بالشتاء بتعيش 5 أشهر. نعم. أما النحل السارح يشتغل بموسم بيعيش 45 يوم ويموت. اليوم عم تخبرني أنه بتبيض بالشتاء، هذا يعني عفوا على المقاطعة، بتبيض بالشتاء هي بكميات كثير قليلة. نعم. يعني كميات كثير كثير قليلة بالحضنة تاعيتها. نعم. بأيام الربيع بس هي موسم النشاط بدها تتوسع، بتبيض الملكة باليوم الواحد من 1200 لل 1800 بيضة باليوم الواحد بتبيضهم. نعم. بالشتاء هي تقريبا يعني عملية أوتوماتيكية، بتخفف هي من وضع البيض، بيموت أكبر نسبة ممكن من النحل لحتى تحافظ على مخزون كبير وجيش قليل لحتى تستمر هي عليه. فنحن هون لازم نعمل دفعة جديدة من تجيش النحل حتى نفوت بتجيش تشتية نحل سليم، والنحل هو اللي بده يكفي مع الشتوية يكون نحل صغير بالعمر. في الموضوع الثاني هو التغذية التعويضية. طب هون النحل لازم يتدخل ليه؟ لأن هو أمتى واحد بيعمل قطفته؟ بس ينتهي الرحيق من المرعى. صحيح. نعم. مجرد ما يوقف الرحيق بالمرعى نحن بنعمل قطفة العسل. إذا تركت له نيهم النحل بياكلهم، بكون راح تعب السنة كله على الفاضي. أها، أوكي. فمجرد ما نحن بدنا نراقب الأنواع الشوكيات الزهور والمرعى بس يوقف الرحيق، نحن هون لازم دغري نسحب العسل
ومجبورة دغري تعطي تغذية تعويضية. نعم. يعني بالنهاية كائن حي، ما فيك أنت، هو عم يشتغل تجميع أكل لإله ليعيش عليه، ما فيك أنت تشلحي الأكل وتتركيه بلا أكل. بصير في ثلاث خيارات، يا إما النحلة يعني الأثير بده يموت، أو يا إما بده يفل من الصندوق ترجع لنقطة الصفر، يعني كلها تخسارة، إن مات أو انفل. صحيح. أو الخلية بدها تتعرض لغزو خلايا أضعف منها، يعني صير هي تهاجم الخلايا وبصير النحل كلياته بيهاجم بعضه، بيهاجم بعضه ليسحب مخزون بعضه. خبرنا عن وهون أكيد ما عادش بصير في عسل نهائيا، ما عادش بناخذ خلص، نحن أخذنا العسل النظيف الموسم كله 100% بصير. نعم. العسل مغشوش. لأن خبرني اليوم أنت عندك أفير، أو هي تسمى الخلية الوحدة أفير، الخلية ولا أفير. ولا كذا لا لا كذا خلية يعني أفير. نعم، خبرني عن الأفير يلي عندك. و أكيد مش أفير واحد. نعم اكيد مش افير واحد بكون عندنا حاله. يعني ما هي هي سؤالي بالضبط، عندكم كذا افير؟ طبعا. اي خبرنا شوي هيك عن الافير اللي عندكم، وهل انتم بتنتجوا عسل؟ هل بتبيعوا عسل؟ وين ممكن نلاقي هالمنتج؟ هو عسل طبيعي اكيد 100%. طبعا. نعم، من ناحيه الجوده اكيد عسل خام بيور دون اي تغذيه. نعم. واكيد بدنا نلحق المراعي، يعني منطقة الساحل نعمل قطفة الحمضيات زهر الليمون، نرجع ونطلع على المناطق الأعلى اللي هي فيها قطفة السنديان، وبنرجع ونطلع صوب الجرود على شوكيات الشنديب وشوكيات الجرد، وفي كمان شوكيات بالمناطق الساحلية. أوكي. علي اليوم ابتدينا بالعسل المغشوش والعسل الطبيعي 100%. كيف بنقدر نكتشف انه هيدا العسل منه مغشوش؟ بتعرف اليوم في ناس للاسف عم يكونوا تجاريين عم بيسوقوا وعم بيبيعوا، وفي اشخاص عم بتعاني من مشاكل صحيه، للاشخاص يلي عندهم سكري، اشخاص يعني بيعانوا من مشاكل صحيه بيلجأوا للعسل بديل عن السكر او منتج اخر. فكيف بنقدر نميز اذا هيدا العسل هلأ طبيعي؟ هلا كنميز نقدر بنسبه قليله. نعم، نقدر نحدد اذا العسل مصدره اسونس يعني مصنع او من نحل، بس ما بنقدر لا نحن ولا المختبر يكتشف العسل اذا مزبوط 100% او لا نهائيا. يعني ما في حل، ما بنقدر نعرف ولا نهائياً. ولا باي طريقه. طب في هيك قصص، ما بعرف اذا اخبار مغلوطه او معلومات غير صحيحه على انه بنقدر نحط العسل على النار اذا احترق يمكن بيكون فيه سكر، هذا الشيء غير صحيح. كل هالطرق كلياتها غير صحيحه. لا، لنوضح هيدي النقطه للاشخاص يلي عم تسمعنا، لانه يمكن انا من الاشخاص يلي اذا بدي اتاكد اذا هذا العسل منيح، لانه في ناس بترجع بدي اقول بتعاني من امراض معينه، فبتكون عم تعطيهم عسل فبدك تتأكد انه هذا العسل طبيعي 100%. بتستخدم انك تحطه على النار اذا احترقت بيقولوا هذا الشيء منه طبيعي ابدا ودخل له سكر. في اشخاص بتقول اذا شلت من الصحن يلي موجود فيه العسل اذا تقطش الخيط تبع العسل هذا الشيء بدل انه العسل منه طبيعي 100%. هل هذا الشيء صحيح؟ لا لا لا، كل هالطرق هذه مش مزبوطة. يعني لازم الواحد بس بده يجيب عسل يجيب منه حال عنده نحل، ما يلحق صفحات يتأكد من المصدر 100%، ما يلحق. نعم. صفحات العروضات والتفاصيل، لأن هذا كله عسل مصنع ما دخل النحل فيه نهائيا. ما دخل النحل فيه. هلأ طرق غش العسل كثيرة، يعني بيقدر النحال بحد ذاته هو يغش. كيف؟ خبرني. هو بيقدم قطر للنحل بهدف يزيد الكمية عنده، فبصير تنتج السكر هي بدل العسل، وبيقدر بذات الوقت يجيب شهادة من المختبر إنها ناجحة. كيف؟ مثلا عنده 10 أفران بطعمة 9 قطر بهدف يغش يزيد الكمية الإنتاج عنده. نعم. وأفير واحد ما بطعمة بياخد عينة منه بيعملها بالمختبر تطلع طبقة بيجيبها على اسم منحله كله. نعم. هي شغلة من الشغلات. نعم. نرجع على اسم العسل اللي يعني لبنان كله غرقان فيه، هو عسل مصنع السيروب، هو بيجي تنك أو براميل. نعم. افتراضا على تنك السيروب اللي هو بيستعملوه مثلا يعني قطر مكثف بيستعملوه للحلويات. اوكي. فهذا بحطوا له اسونس وبحطوا له تلوينه وبيبيعوه على اساس انه عسل نكهل، ولكن هو سكر 100% 100% قطر، بس حتى ينجح معهم مخبريا بينجبروا يحطوا معه لو كيلو واحد مثلا عسل مضبوط من النحل. نعم. بينضرب بهذه الكميه لحتى يصير فيه الانزيم الماده الهضمي اللي بتجي بامعاء النحله ليصير مطابق للمواصفات. ف
كثير في غش بهالموضوع وكثير في يعني انا بدي اتمنى من كل المشاهدين يلي عم يسمعونا يلي بحبوا يكونوا عم ياخذوا عسل او يعني يلجأوا لهيدا المنتج يتاكدوا من وين عم بيجيبوا من وين المصدر يتاكدوا 100%. بس اليوم علي انت عم بتقلي انه هو بيكون عنده افير نحل وبيروح على المختبر وبيجيب شهاده يعني صح مثل العالم تقدر تعرف 100% يعني ما بعرف شو النصيحه اللي بدنا نقدمها. طب اليوم انتو العسل يلي بتقدموه هو طبيعي 100%؟ هل في رقم تليفون للاشخاص اليوم اللي عم تسمعنا تقدر تتواصل معكم يعني بتعرف يعني بيقدروا يطلبوا من عندكم؟ يمكن ممكن تعطينا رقم التليفون على الهواء؟ 71 124 124 166 166. نعم للاشخاص يلي بحبوا يكونوا عم يستفيدوا من منتج العسل الطبيعي 100%. اكيد فيهم يكونوا عم ياخذوا من عندك علي شعيب، انت مختص في تربية النحل، فيهم يتواصلوا معك عبر رقم التليفون 7112141 166. وهيك بيقدروا يحصلوا على عسل طبيعي 100%. انا ما بدي يسرقنا الوقت يعني نحن تقريبا بعد معنا دقيقتين، خليني انا اخذ منك بعد سؤال او سؤالين اذا بنلحق. امراض النحل، امراض النحل يعني الخليه معرضه لامراض، هو السبب الاساسي هي حشره الفروه اللي بتضرب بنات النحل، بتتعرض لامراض كثيره. نعم منها النوزيميا، تكيس الحضنه، تعفن اوروبي، تعفن امريكي. نعم طيب هالامراض بتلحق الخليه، هي هذا الشيء بياثر اكيد طبعا على العسل كمان وعلى المنتج، ولا بتاثر على الخليه بحد ذاتها؟ بس تكون الخليه مصابه بهيك هي غير صالحه لان تنتج عسل. اوكي يعني هذا الشيء كمان يعني بتكون الخساره بس على خليه النحل، ولكن على الشخص اللي المستهلك ما بتاثر عليه لانه اصلا ما عم بيكون ما بيقدر ينتج عم ياخذ عسل. نعم طيب عجائب النحل، خليني اختم انا وياك بهذا السؤال. العجائب النحل هي يعني في وحده منها مثلا مذبحه الذكور، يعني النحل بيهتم بالذكر بغذيه وبنطفه وبيهتم فيه وبطعميه، لان ذكر ما بيقدر لحاله ياكل، هو بيهتم فيه وبهيئه ليلقح الملكات. اوكي فبس تخلص مهمته بالربيع بطل فيه تلقيح ملكات، كرمال ما يستهلك اكل كثير من الخليه خلصت مهمته. فالنحل العاملات بكبوا الذكر برا وبيقتلوا ما بيخلوا يرجع يفوت على الخليه. يعني يعني الذكر خلصت مهمته بصفه. شو بيصير فيه؟ خلص خلص على الموت. بيموت. اعدام اعدام للذكور. اوكي لكن علي هذه كانت كل المعلومات وكل ما يتعلق بالنحل وخليه النحل والعسل الطبيعي وتفريق العسل عن الطبيعي عن المخشوش. هل في شيء بتحب تضيفه قبل ما اكيد نختم؟ عن تبلور العسل، العالم اكثر شيء عم تفزع من هالموضوع، بس عم بيلاقوا ان العسل عم ببلش يعمل مثل حبيبات يجمد. نعم هذا العسل الخام هذا اللي جاي من النحل. اوكي لان هو العسل اساس تركيبته من سكروز وجلوكوز وفركتوز، وفي نسبة دايبة من الحبوب اللقاح فيها، فبس تعلى نسبة الجلوكوز بتركيبة العسل وتكون الحرارة تحت العشرين بيساعد بعملية التبلور. فتبلش هذه الجزيئات التركيبة ترسي بكعب المرضبان، تعمل طبقة مثل كشك تقريبا أو مثل سمنة، هل بيلاقي العسل عنده تغير؟ نعم بتبلش تطلع طلوع. فمن هون العالم كثير بيفزعوا من هالموضوع، بيفكروا إنه شو السكر عم بيجمد بالمرضبان. هذه معلومة خاطئة، هذا العسل الخام البيور بده يتحول لهذا التحول الطبيعي لهيدا الشكل على نعم. أكثر وقت ممكن. يعني علي شعيب أنا بدي أتشكرك كثير على هالمعلومات المفيدة فعلا، على أمل يكونوا كل المشاهدين استفادوا منها. بتشكر تلفزيون لبنان على الاستضافة الحلوة. شكرا لك. وزاد وقت شكر كبير لحاج سامي فواز اللي هو أستاذي بهذا المجال. نعم شكرا لك علي، وبرجع بذكر رقم التليفون يلي بحب يكون عم ياخذ من منتجات علي شعيب. انتم وين موقعكم؟ الشرقية قضاء النبطية. بتواصلوا على المحلات ولا لازم هلا على بيروت كل نهار احد تقريبا؟ بتقدروا تكونوا عم بتوصلوا المنتج منتج العسل يلي انتم يعني بيصير يعني بتصدروا. نعم فيهم يتواصلوا معك على رقم التليفون 7112141 166. شكرا لك علي، اكيد نحن رح يكون عندنا لقاءات اخرى. مشاهدينا نحن هون وصلنا لختام هيدي الفقره، ولكن بريك صغير وبنرجع. صباح الخير عن جديد.
مولود جديد بينضم لعائلة الشاعر والكاتب والروائي والرسام عبد الحليم حمود، واللي هو كتاب بعنوان كتاب الجمر. هذا الكتاب هو شذرات فكرية فلسفية عن علم نفس الوجود الموراء وقوانين الحياة، تمت كتابته على مدى 30 سنة. تنعرف أكثر عن هالكتاب معنا بالاستوديو عبد الحليم حمود الشاعر والكاتب. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك للمشاهدين الكرام، كله تمام. أهلا وسهلا فيك. اليوم بدنا نحكي عن كتاب الجمر اللي هو إحدى الإصدارات الجديدة كمان بشعبتك. خبرنا أول شيء العنوان بيلفت للنظر، الجمر، يعني بس نحكي عن الجمر بنحس بالنار بالحماوة، ليه اختيار هذا العنوان؟ أنا بالغالب فانتازي أكثر باختيار العناوين، إنما لما نروح عند الكتاب بيتقاطع مباشرة مع صلب الأسئلة البشرية حول الوجود، الولادة، الخلق، الموت، الفرح، الحزن، هيدي المواد الخام. ففضلت روح لمادة من المواد الخام الإنسانية، يعني لصيقة للإنسان من البدايات، وبتحتمل تأويل، لأنه الجمر هو بسميها نار مضمرة، نار عم تعطي ضوء ببطء لكن بتطول لوقت أكثر وبتنتج الرماد. ولذلك إن شاء الله كتاب جديد اللي من بعده هو كتاب الرماد. شو حلو، يعني حتى بالعنوان في كمان موراء وفي معاني كمان مخفية. يعني كمان نحن بنعرف من كتبك اللي قبل دايما في اهتمام لهذا العنوان، حتى عم تفكر بالعنوان للكتاب اللي قادم كمان. هلا نحن حكينا شوي بالمقدمة عن نوع الكتاب اللي هو في فلسفة، في علم نفس، في كمان قوانين حياة. خبرنا عن هذا النوع الكتابة بالتحديد. هذا النوع من الكتابة أظنه من الأصعب، وما بيجي بالبدايات، لأنه هو عبارة عن خلاصة معرفة، عن خلاصة تجربة. بالبدايات كعنوان رسمي رئيسي برز هذا النوع من الكتابة مع نيتشه. نيتشه لما قدمه بجمل شذرية مقطعية، إنما أيضا من دون نهايات واضحة، وقال ربما يوما ما لاقي القارئ اللي يفهم أنا شو بده، علما أنه بالغالب بعض الشذرات اللي كتبها نيتشه مش واضحة المعالم، لا بوقته ولا هلأ. وكان كتير حكيم بتشخيصه أنه هذا النوع من الكتاب ما فيك تقرأ من أوله لآخره، أنه كل كلمة هي جرعة زايدة عمليا. فلذلك هذا بيبقى حدك تفتح على صفحة معينة، بتقرأ بضعة صفحات، بتعمل محاكاة ما بينك وما بين النص، وبترجع بتسكر، وبترجع بعد سنة يمكن بتقرأ نفس النص وبتلاقي أنه النفس اللي قريتها قبل غيرت انطباعها معك، لأنه بناء على أنت كيف عندك استعدادات معرفية ونفسية. هلأ سيوران الكاتب الروماني الفرنسي برز بهذا النوع من الكتابات، بل لم يصدر غيره، بل صنف فيلسوف فقط على هذا النوع. نحن نعرف المشروع الفلسفي ومشروع منهج فكرة، طروحات، دلائل وقرائن. أما عند سيوران كان فقط عم يعطي هيدي اللمعات بتقييم الحياة والزمن واليوم لكن صنف. طبعا بسوا أيضا كان عنده هذا الأمر بالعالم العربي، يمكن نسجل لأنس الحاج بشكل رئيسي عبر خواتم اللي نشرهم بمجلة الناقد، وفيما بعد ال91 نشر خواتم واحد، وبال97 عمل جزء تاني خواتم اثنين. يعني كمان اكيد في اسس معينه تنقدر كمان نكون عم نكتب هذا النوع من الكتابات، لانه مثل ما ذكرت حضرتك ما انا بس شو عم نكتب، في كمان المتلقي كيف بده ياخذها، وكل حدا بيفهمه بطريقه معينه وبطريقه كمان مثل ما هو بده يكون. وما بنقدر نكون مدرسيين بمعنى انه بسهوله بتقدر تقول يجب على المراه بالشرط ان تثور وتنهض وتقول كلمتها وهي مساويه للرجل. هي بتزبط شذره، لكن هل تحتمل شروط الشذره اللي بتحمل الآفاق ولمعة جديدة وزاوية مباغتة وتوقع؟ لا، هيدا بتزبط يافطة بمظاهرة، بس مزبط. ما بتزبط شذرة بكتاب. وهي دايما بعتقد يعني هذا النوع من الكتابات بيخلي الشخص يفكر، يعني مش بس عم نقول شو المفروض تمام يصير، تمام، إدخال القارئ كشريك، وهيدي المضادة للمدرسة. المدرسة أنا عم علمك، هون أنا عم شاركك. وحكي طبعا دريدا عن الأمر لما قال طبعا ونظر له رولان بارت ونظر له أمبرتو إيكو، عندما ينتهي الكتاب ويطلع للناس يموت الكاتب ويولد عند كل قارئ بتأويل جديد، ليصبح الكاتب نفسه أحد الآراء مش الرأي الرئيسي. يعني مش لأنه أنت كتبته معناته فيك تفرض تصورك، إنما
أنت صرت بغربة عن نصك، أنت عم تنقرأ هلأ بالجزائر ولا عم تنقرأ بتونس ولا بلبنان، ما منعرف القارئ، ما رحنا على أوضة نوم لنشوفه كيف عم بفكر. إذن التصورات الذهنية العقلية السيميائية اللي عم تتوالد بذهنه أنت ما بتقدر تصنعها. أنت لما تسمع كلمة خوخ بتذكرك بطفولتك، وحدا تاني بذكره لما مرة اشتغل بالخضرة، وحدا تاني بالتغذية، وحدا رابع بالسعرات الحرارية، ما فيك تفوت على أدمغة الناس. مزبوط. وبعتقد هيدا يعني كمان القارئ بيستمتع بهذا النوع لما يكون عم بيشارك بالأفكار أو عم بيشارك كمان، شرط يكون مهيئ لهذا النوع. مزبوط. لأنه إذا دربناه أكثر على السيناريوهات السهلة بتصير عم توجع له راسه لما تقول له أنه فكر معي. وهون هلأ عم نحكي كتير كمان عن الكتابة والكتب، بس كمان عم نشوفها هيدا أكتر وأكتر، العالم عم تبعد عن القراءة، عم بتروح أكتر يمكن على التيفي، على الأشياء المرئية، وهذا عم يخفف كتير من الكرياتيفيتي تبع الابداع او الايماجينيشن، لانه عم توصل جاهزه لنوصلها سريعا للمشاهد. بنقول له لما انت عم تقرا نص مجرد عم تتخيل الابطال باللوكيشنات من عندك، كل شيء عم لما اقدم لك يا سيناريو مشاهد قتلت لك هيدي المنطقه من الخيال، انت مجبر بهالكرسي، مجبر بهالوجه، مجبر هذا الكاركتر، ما في عندك. يعني عبد الحليم أكيد هذا موضوع كتير كبير، ولكن تنحكي أكتر عن الكتاب. ذكرنا كمان أنه هذا الكتاب عمل تضل ينشغل فيه على مدى 30 سنة، وبعتقد هذا النوع من الكتب كمان يعني بيضل الكاتب قد ما كان عم بيشتغل على مشروع معين بيضل يرجع كمان لخبرات سابقة، لذكريات سابقة. خبرنا شو التطورات اللي صارت من 30 سنة لما بلشت تفكر، وكيف تقلت معك لليوم؟ يعني في يقول بالبدايات كنت مصدق أكثر لما أسمع وما أعرف، وكنت عندي ثقة بالكبار من وقت الطفولة لحتى فتنا بعالم الصحافة والكتابة ورسم الكاريكاتير واللوحة التشكيلية، نوثق باللي بينظروا لنا، وغالبا كنا نأخذ كلماتهم على أنها سبائك واضحة المعالم بلمعتها بوزنها بالإيراد اللي هي فيه. مزبوط. لكن مع الوقت تجربتك الشخصية بتقول انه لا، ما هيدا نفسه عنده قولين متناقضين، هيدا نفسه اللي قال هيدي الجملة كان عم بيعيش تجربة تانية ما بتشبه اللي قاله، وبتبلش تبحث عن تجربتك الخاصة، وهون هيدا المشي حقل ما بين الألغام، لأنه الوصول لحكمتك الشخصية انك انت تعيش بنفسك وتدوق شوي من السم وشوي من الحلو وشوي من المر، ما في إلا مخاطر. لذلك أغلب الناس بيروحوا عند زعيم البلد، زعيم الطائفة، زعيم الحزب، زعيم الجمعية، زعيم الكذا، انه انتم بتفكروا عننا ونحن بنمشي عادي، وهيدي علميا صحيحة. اي دماغ منه مستعد اللي هو جاي بس لياكل ويشرب ويحمل لك شيء من الامان والرفاهية، انه يحمل اسئلة الوجود والخلق والانفجار الكبير والاسئلة الوجودية وسارتر، بقول لك ليش يا عمي، انه الحياة ابسط من ذلك. هيدي النقطة، الحياة ابسط من ذلك، هي الثغرة اللي بيدخل عليها أي واعظ، أي حكيم ما، أي زعيم ما، لحتى يفوت يلعب بالميكانيزمات وبالأفكار تبعك وبيأخذك مطرح ما بده. لذلك ربما دخلت بهذا العالم بشيء من موهبة شخصية أو من جرأة شخصية، ويمكن ما إلي فضل شخصي، لأنه هيدي مثل الرسم والكتاب، تلاقي حالك بتحب هيدا الشيء وبعدين بدك تطوره مش أكتر. مزبوط. هي يعني كمان بتصير تقرأ أكتر، بتصير تعرف أكتر عن هذا الموضوع، بيصير عندك كمان أنت رأيك الشخصي. وبعتقد هيدي كمان اللي عم نحكي عنها اليوم، إنه واحد يكون عم يفكر شوي أبعد من الموجود قدامه، تقدر كمان يمكن يفوت بهذه الفلسفة. صح. أكتر وأكتر. محتويات الكتاب هن باقات الجمر، فضاء المطلق، إعادة ضبط، تداعيات الفكرة، وقعر الذات. مع قعر الذات مع علامة استفهام، يعني خبرنا أكتر عن هول المحتويات. وكل لما تكتب عشرات الجمر، في أكتر من 450 شذرة بالكتاب، لما يكونوا هالقد ما بدك تعمل له تنقيز للقارئ انه بلحظه عم تساله عن فلسفه الخلق، واللي من بعدها بتكون عن علاقتك بالورده، بده يحس بمنطق. فكانوا عباره عن فصول. لما قلنا باقات الجمر لحتى يضل العنوان متصل بالماده الداخليه، فكان هذا الفصل عم بأول الجمر كل مره من زاويه، مره بصفته حزن، ومره بصفته خلق، ومره بصفته تامل. رحنا على فضاء المطلق عم بحكي بالالهيات، وكل هيدا الفصل بيحكي عن الجانب الروحاني والنفسي وعلاقة البشري بالخالق أو بالقوى العظمى المحركة.
نفس الشيء لما نروح نحكي عن المجاز أو غيره من الفصول، كل واحد عم يحمل عناوينه، لأنه أوقات أنت بتقدم شزرة إلى طابع حكمي ما، بس بمطرح تاني أنت رايح فانتازي. الفانتازي ما بتحط محل المنضبطة عقليا وفكريا، لأنه بتشوشوا على بعض. أما هني أنا عم أقول لك روح المجاز، روح على المطرح اللي أنت وعم تقرأ فيه جن معنا. فأنا جانن وعارف أنه هيدا الفصل للأفكار الفانتازية اللي فقط بتفتح أبواب، بتخلي أبواب بدماغك أكثر ما أنه بتوصلك لمطارح. أكيد يعني كل فصل كمان بيعني لكل حدا شيء، وبعتقد هيك من العنوان بنقدر نعرف لوين رايحين كمان أكثر وأكثر. في شذرة شفناها بالكتاب كمان لفتتنا، جميل أن نرى أنفسنا في مرايا الآخرين مع الالتفات أن الآخرين مثل مرايا السيارات لا يقدمون الأبعاد الحقيقية، يعني الأبعاد اللي منشوفها بهيدا المرايا منا مزبوطة. خبرنا أكثر عن هيدي الجملة وشو معناها. ورح روح أكثر، رح أقول رح روح لنرسيس اللي شاف حاله بمرآة الماء، وأكثر من هيك جذبته، حب نرسيس حاله على صفحة الماء، ولما راح ليقابل حاله غرق وولدت الأسطورة. فلذلك لما نشوف حالنا بعين الآخر وغالبا بيكون حبيب، خلينا ننتبه أنه أوكي عطى جزء من صورتك، لكن هو عطى شيء من روحه، من نفسه، من أفكاره اللي حكينا عنها من شوي. لذلك انتبه أنه ما بتعطي الأبعاد الصحيحة، والحذر دائم بالحياة، مش شك بأنه نعيش حياة شك بكل تفاصيلنا، لكن الحذر جزء من الحكمة، جزء من القلق. ولذلك البسينات والكلاب اللي منربيهم ببيوتنا اليوم قديه بيبقوا بيسمعوا نفس الأصوات ونفس الشيء، بتضل بتلاقي الدينة تحركت، لأنه مفطور على الانتباه، لأنه بمرة يشخص غلط بيروح فيها. أكيد كمان هيدا نقطة كتير كتير مهمة. نحن عم نشوف الكتاب عم يقطع على الشاشة كمان الغلاف اللي هو كتاب الجمر. أكيد نحن بنعرف يعني كل الأشخاص دايما منقولها هي، عندنا كل حدا عنده فكرة عن حدا تاني، ولا فكرة بتشبه التاني ولا فكرة مزبوطة. وقت الشخص ما بيعرف حاله كمان بيطلع بحاله، يا عمي أنا مين، بيصير يقول لا بيقولوا عني هيك، بيقولوا عني هيك، فأنا هيك. لا أكتر من هيك، نحن نعرف نحن بنفس النهار بس نقوم الصبح منقوم بالبيت عم نحكي شيء. إذا كان أستاذ مدرسة راح وأخذ دور الوقار ويا طلاب عملوا وساووا، خلص عمل اتصال مع رفقاته رح نتغدى بمطرح، غير. راح كأنه مزبوط. هيك كأنه كان بتياب رسمية وصار سبور، خلص راح شاف عشيقة مش حبيبته الأصلية، رحنا شفناه رومانسي وبحب الورد وبحب الأغاني الكذا، بعد شوي عشية تعبان منهك إذا افترضنا عم يشرف على عمال بشي مطرح راح نلاقيه غضوب وغيره. أنت بنفس النهار تتشكل ألف مرة، بل أنت عم تقول مرحبا إذا كان قدامك مدير الشركة ونائب المدير والموظف والزميل، كل مرحبا منهم فيها طاقة معينة، هيدا خوفين منه وعم تنتبه له، هيدا بدك تتجوز بنته، وهيدا زميلك اللي مش حابه، ولذلك المرحبا عم تختلف. فكيف إذا عم نحكي عن أعمار؟ لذلك بس يجي حدا يقول أنا هيك، حبيبي أي أنا منهم، أي تمظهر لأناك، أي ذات. وأنا أتحداك أن تقبض على ذاتك الأصلية، لأنه هي زلقة دائمة التحول والتجدد. هذا منشوفها كتير يعني مع أشخاص كيف بيكونوا بالشغل وكيف بيصيروا برات الشغل، أوقات كيف بيتصرفوا بموضوع معين أو بمشكلة معين بالشغل، كيف بيتصرفوا بحياتهم الشخصية بتفرق كتير. وهون اللي يمكن انضباطات المجتمع، لأنه نحن مضطرين بالشغل يمكن نتعامل بهالطريقة، يمكن مع أشخاص معينين نتعامل بهالطريقة، ولكن نحن لازم نكون صريحين مع ذاتنا، وهذا أهم شيء، نعرف نحن شو بدنا وشو منحب ونحن وشو أصعب بدنا. نقطة أصعب المصارحة مع الذات. أغلب الناس بتتعب بأشغالها وبالنهارة لتروح تنام على تعب وإرهاق، 100% لأنه إذا ارتاح كتير رح يكون بمحاكاة مع الذات، معه وقت يحكي مع حاله. إذا أنت غير مهيأ لتقعد مع حالك وما عندك الإجابات الصحيحة على أسئلة النفس والعدالة الموجودة، ليش رفيقك أحسن وليش هيدا سافر وليش هيدا سيارته أجمل وليش هودي أغنى وليش، إذا بقيت بهالأسئلة وما عندك إجابات صحيحة رح تعمل لك قلق وكآبة وحزن. ولذلك كتار بيخافوا من عطلة نهاية الأسبوع،
بيبقوا مع حالهم بالمطرحة الفراغ الغير مدروس. مزبوط. من هون بيعزموا بعضهم بنهاية الأسبوع ليضلوا بعجقته حتى ما يضلوا قاعد هيدي القعدة. هيدي النقطة اللي دايما بنركز عليها، لازم يكون عندنا وقت نقعد مع حالنا، ما علينا نسمع حالنا. بيقولوا إذا بتحكي مع حالك مجنون، لا لازم نحكي مع حالنا نعرف مين عم بيحكي معنا. هلا يقال علميا نحن بالنهار بنحكي 14,000 كلمة مع حالنا. هيدي بطبيعة المحاكاة بمعنى بروح أو مبروح، بعمل هيك أو ما بعمل هيك، مزبوط، بشرب قهوة مع سكر بلا سكر، بس هيدا النوع يعني البسيط من المحاكاة مع الذات. أكيد، بس هيدي بتبلش بنقطة معينة. يعني دايما لما نكون عندنا خبرة تواصل، لما نكون عم نحكي حتى مع علماء نفسية، لأن الطريقة اللي بتحكي فيها مع حالك بتأثر كتير. هو مزبوط، لأنه أنت بس تحكي مع حالك أو تفكر بهول المواضيع، مين هيدا الشخص اللي عم يحكي معي؟ هيدا الشخص بدي أعرفه، بدي أعرف كيف بيفكر كمان. ليه أوقات بينقضني بتفكيري، وليه أوقات بيقول لي إيه، أوقات بيقول لي لا. آلية عمل الدماغ. مزبوط. لأنه تعرف دماغك ممكن يقول لك فكرتين بنفس الوقت ومتناقضين. وهيدا على طول أنا بقولها، أنت رحت تسجلت بنادي لتعمل سبور، تاني يوم انت ما رح، ما بدك تروح. طيب مين اللي رح سجل ومين اللي ما بده يروح؟ اذا انت نفسك، اذا انت الشخص نفسه اللي بيسجل اليوم بيروح بكره. مزبوط. اكيد، يعني هذا موضوع كتير كبير، نحن هلا عم نتوسع اكثر واكثر. رح نرجع كمان لكتاب الجمل اليوم. الاشخاص اللي بدها تتصفح هذا الكتاب او تقرا، وين رح تبلش وين رح تخلص؟ هيدا الكتاب اول شيء لنقول انه موجود بالمكتبات اللبنانية، نشر يعني أصدر. من شارع الحمراء الى كل المناطق بيقدروا تمام. يتواصلوا باي طريقه، يعني اي سيرش بوصلهم للكتاب. وقريبا ان شاء الله بالعالم العربي. الكتاب نفسه اهميته انه مش روايه، اذا غبت عن صفحه فغاب عنك الاحداث. فيك تاخذ هيدا الكتاب، وهيدا الكتاب الوحيد ما في حجه ما قريته، لانه هيدا الكتاب مطلوب منك تقرا منه اوقات صفحه اوقات صفحتين اوقات جمله يمكن تخليك تفكر. وافتح هيدا الجمله واللذه لليوم، يعني صاروا تقريبا 3 أسابيع صادر لليوم، كل حدا بيقول لي عجبته شذره ما بيشبه الثاني اللي قال عجبته، بمعنى ما في إجماع على شكل معين. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا في محاكاة مختلفة، في حدا عنده مشكلة مع حاله، عنده مشكلة مع مجتمعه، عنده مشكلة مع الخلق، عنده مشكلة دينية، كل حدا بترن بداخله جملة غير الآخر. فلذلك هيدا الكتاب في ديمومة بالعلاقة ما بينه وما بين القارئ. حتى يمكن فينا نقرأ للكتاب هلأ بعد سنتين ثلاثة نرجع نزوره، لا شك، ونرجع نشوف شو بيكون صار وشو بيكون تغير نحن بتفكيرنا وكيف عم نتلقى الكلمات. عبد الحميد تفضل، كان بدك تقول شيء؟ لا، انا بدي اقول انه هيدا النوع من الكتب على ندرته وعلى صعوبته كمان صعب احيانا بالقراءه. اللي مش معود على الجمله الفلسفيه او على الجمله اللي بسميها ما يعني ما بعد الحداثه، اللي ما بتوصلك لاجابه محدده، انما التفتيح اللي بتحصل اللي بتعمله بالدماغ هو الغايه بذاتها، بده كمان يتدرب على بعض الجمل. عبد الحليم، يعني اكيد نحن اخذنا كثير معلومات، ولكن هيك كمان بجرب استفيد قد ما فيه من الافكار اللي عم نحكي فيها اليوم. بتعتقد انه نحن بظل الظروف اللي عم نعيشها اكيد في كثير الهاءات، كثير عالم دائما يا بالتليفون يا بالتلفزيون يا مشغوله باشياء كثير، كرمال ما تقعد وتفكر او ما تقدر يمكن تفكر شوي بوجهات نظر ابعد. اليوم ليه بدنا نحكي عن هذا الكتاب وشو اهميته كمان بمجتمعنا اليوم اللبناني؟ اليوم لابد من استراحات مع الذات، والكتاب بيساعد مثل ما قلت، مثل ما قال المعالج النفسي، تحتاج لوسائل تساعدك ملينة مطرية لتقدر تخلق هيدي المحاكاة مع نفسك. إحدى أشكال العلاجات لما تلاقي حدا عم يسأل نفس أسئلتك اللي أنت بتظن حالك فريد بهذا الكون. مزبوط. بين هالثمان مليارات فقط أنا اللي عندي قلق من هذا العنوان، لما تلاقيها بجملة قدامك معناته مش بس في اثنين، معناته في ألف بيفكروا بهذه الطريقة. هيدي أول شيء بتخلق طمأنينة ذاتية. بجملة تانية تدعي إنه الأشياء اللي عم تتردد فيها خود فيها قرار، أنت بتكون واقف 50-50، لكن لما تلاقيها بكتاب وأنت واثق بالكاتب أو بالجمل اللي محبوكة بتقول إجا وقت أخذ هالقرار، أنا شو خسران. بتساعدك بعض الجمل على أخذ قرار أو على التأمل أو على جرأة البحث وعلى ضرورة التجربة. لأنه أكيد اللي بيقعد على التلي وعم يتفرج على الأحداث رح يضلوا، ونحن لما نتذكر كنا نحضر الدنيا هيك وأبو سليم. طيب هو نحن الشخصية اللي ما كتير كنا نتفاعل معي شخصية المختار، لأنه هو اللي عم بيحل هالمشاكل. مزبوط. بالآخر، أما الشخصيات اللي منحبها فهي المتفاعلة اللي بيعمل المشكل واللي بيكون الطرف الثاني واللي عم بتغار من ضرتها ومن كذا. هيدا الجو هو الحياة. إذا بتبقى كل الوقت على مسافة من الحياة ممكن تكتسب بعض الحكمة بس بتخسر الحياة نفسها.
اكيد يعني دائما لازم نكون عم نفكر ما نحط هذا الشيء على جنب ابدا، لانه كمان يعني حيال النهار بيقطع لازم نكون عارفين حالنا وين رايحين ولوين عم نتجه، مش نكون عم نضيع وقت. وهذا بعتقد كمان خطوة كتير كبيرة تنوصل لأنه نفكر بحالنا ونقدر نقعد مع نفسنا. ومع ذلك سريعا بقول منعذر اللي ما عم بيفكروا لسبب الدماغ عاش نمطية على مدى ملايين السنين من وقت تشكله الأول لمن 100-150 سنة، نمطي نفس الأيام نفس الأمثال نفس الأحداث نفس البامية اللي بتنشك بقلب الخيط اللي بتتيبس على الحيط تمام. فجأة صار في انفجار معرفة تكنولوجيا إعلامي صحافة مرئي أفكار بنفس النهار عم تتلقى 100 فكرة. الدماغ لا شك كمساحة ككتلة بتحتمل، بس هو غير مهيئ أنه هالقد يحط بسلال تبعه على الصفوف. من هون جزء من صدمة الوعي الإنساني أنه عم بفيق كل يوم على آلاف الأفكار ومطلوب منه يحللها كلها، وفي بعض الأمور منها إذا ما عطى فيها جواب منقول له أنت وين عايش. هاي العبارة أي أنت مجبر على هيدي المعرفة. كنا نحن وصغار بالعيد أو كذا نروح على مطعم في عنده ساندويش دجاج وساندويش فلافل وانتهينا. اليوم غير لائحة الفاهيتا وفيلادلفيا وكذا بيرجع صاحب المحل عامل هو خلطة من عنده فبيقدم لك 3-4 كباية بيكاسو وصحن دالي وسلفات يا خي بنا بيقول لك تعدو، لأنه مثل ما الدماغ انفتح وانشطر على آلاف الأفكار مثل ما المعدة انفتحت على هو مثل التياب، أنه أنا نزلت بهيدا القميص من جمعة شافوني فيه ما بقدر أنزل بصورة تانية بنفس القميص وكمل بالحياة على هيدا الأمور. مزبوط، يعني في كتير كمان أشياء صغيرة عم تلهي الأشخاص على أنه تبعدهم عن أنه يفكروا بحالهم أو يفكروا بوجهات نظر، وهذا منشوفها دايما إذا حدا انتزع تليفونه أو إذا حدا خلصت بطارية تليفونه ومضطر يكون قاعد أو موجود بيعيش صدمة بتلاقي قدر تاح هو نفسيا. وهي منشوفها كتير يعني كمان مع الأشخاص. فخدوا هيك ساعة بنهار عن جد فكروا بينكم وبين حالكم، عادوا حكوا مع حالكم، وكمان اشتروا الكتاب وقروه، ويمكن هيك تروحوا بمحلات بعيدة. مرسي كتير لك عبد الحليم حمود الشاعر والكاتب، وبعتقد يعني كل الأشخاص اللي عندهم حشرية أنا من واحد منهم كمان، تعرف أكثر عن هذا الكتاب وإن شاء الله كمان بنكون بمقابلات لاحقة بإصدارات جديدة. شكرا لك، والحديث معك قدر يطلع كثير من الأفكار، ما رحنا بدا وقت كثير بس طلعنا جزء من روحيته. أكيد هو الكتاب بالنهاية كرمال هذا الموضوع، كرمال يفتح نقاشات، كرمال يمكن شخص تعجبه جملة يتناقشها مع رفقاته يقول له أنا قريت هيك مثلا شو رأيكم، ونشوف كمان وجهات نظر. وبعتقد هذا أهم شيء، مش بس نقرأ ونسكر الكتاب وندبه على جنب. كتير لك عبد الحليم حمود عن جديد، ومنتمنى لك كل التوب. شكرا. صبحيتنا بالتابع، ولكن بعد فاصل قصير. صباح الخير عن جديد، منكمل مقابلتنا تنحكي عن مشروع التحليل الجيني للأوبئة المجتمعية والمستشفيات باستخدام تقنية الجيل المتقدم للتحليل الجيني. تنعرف أكثر عن هذا المشروع معنا بالاستوديو دكتور رنا الحاج، دكتور بقسم العلوم البيولوجية بكلية العلوم بجامعة بيروت العربية، والسيد أنور السهيل بإدارة مكافحة العدوى بعدد من المستشفيات بالجنوب. أهلا وسهلا فيكم. يعني أكيد موضوع كتير مهم، دايما بس نحكي عن الطب وحيلا مشروع عم بيقوم فيه لبنان، كرمال نتقدم بالطب منحس أنه عن جد في عالم بعد عم تسأل وعالم بعد عم بتجرب تطور هذا القطاع بالرغم من كل الصعوبات اللي عم بيواجهه. دكتور رنا رح بلش معك أول شيء، خلينا نحكي بشكل عام عن هذا المشروع أهميته وكيف بلشت الفكرة. صباح الخير وشكرا على الاستضافة. قبل ما نحكي شوي على المشروع خلينا بس نعمل هيك مقدمة على السي ار بيز اللي هي الفكرة الأساسية بمشروع السيد أكيد. أنور سو السي ار بيز أو الكاربابينم ريزيستنت بكتيريا هن عبارة عن مجموعة من البكتيريا اللي اكتسبت قدرة على مقاومة المضادات الحيوية أو اكتسبت مناعة على المضادات الحيوية من فئة الكاربابينم. طبعا هذه مجموعة كبيرة من الانتي بايوتكس. خطورة مثلا شو
عنا تنقل عنا يعني هي عائلة كبيرة active against كذا نوع تنعطى بكذا حالة bacterial infection. المشكلة ليش هيدا الموضوع كتير مهم أو ليش خطورة الريزيستنس ضد هيدا الكاربابينم كتير مهمة؟ لأنه عادة تعطى كلاست لاين ثيرابي أو آخر فرصة لعلاج المرضى بحال اكتسبوا أو عندهم بكتيريا الانفكشن مسؤولة أو أدت لريزيستنس أو عندها كتير قدرة على مضادة على مقاومة المضادات الحيوية. ف يعني وجود هالبكتيريا او هالحاله من الريزيستنس عند البكتيريا عم تخلينا عم تقلل فرص العلاج عند المرضى، وبالتالي بتزيد فرص العدوى، المرضى بيضطروا يبقوا لوقت اطول بالمستشفى، طبعا بصير اصعب العلاج exactly. حتى كمان ممكن ينقل اكثر يعني وجوده بالمستشفى ممكن يعني طبعا وجود البكتيريا بالمستشفيات بحد ذاتها وبقائها لمده اطول بتكتسب هي من خلالها قدره على المقاومه بتصير ريزيستنت. يعني اذا كان في مضاد حيوي بيشتغل عليها بعد فتره بيصير ما بيشتغل، ممكن نحتاج دوز اعلى او ممكن نحتاج نغير الانتي بايوتيك. سو الكاربابينم هن اخر فرصه للعلاج، نحن عم نحكي على بكتيريا اكتسبت قدره على مقاومتهم، فهيدي هي المشكلة الكتير كبيرة. وطبعا دكتور أنا قبل ما نكمل رح جرب اختصر شوي اللي قلتيه، لأنه في نوع بكتيريا كمان نحن بنعرف قد ايه الأمراض بشكل عام والأوبئة تتطور كمان، يعني صحيح. بتغير جيناتها بتصير يمكن إذا دواء معين بتتناقل في أشياء ممكن تكتسبها من بعضها بتتواصل مع بعضها لحتى تقدر بتطور حالة وبيبطل الدواء أو العلاج اللي كنا ناخده يأثر عليها وبيصير بدنا إياه بدوزات أكبر. صحيح. وهنا عم نقوم بهذا المشروع تنطور كمان شوية تقنية. تفضلي. المشروع ركز على هيدي الكاتيجوري من البكتيريا لأنه نسبة المقاومة ضدهم كتير ارتفعت حاليا، في عنا نسبة أكثر من 43% ازدياد بالريزيستنس اللي اكتسبوها هيدي البكتيريا. عم نحكي بإطار الأنتي مايكروبيال ريزيستنس، إذا كفينا هيك لل 2050 ممكن نوصل ل 10 مليون حالة من الوفيات بسبب الأنتي مايكروبيال ريزيستنس. سو من هون اندرج الموضوع اللي هو أطروحة الدكتوراه للسيد أنور اللي بيركز على تحديد نسبة هالكاربابينم ريزيستنت بكتيريا بلبنان. طبعا السيد أنور مسجل بجامعة بيروت العربية تحت إشراف بروفيسور محمود خليل، إشرافي وإشراف دكتور أنطوان أبو فياض. وطبعا يعني نحن بهذا المشروع جامعة بيروت العربية بتدعم كل المشاريع اللي هي بتهدف لخدمة المجتمع، وطبعا بالتعاون مع الجامعة الأمريكية. سو كانت الفكرة أنه نقدر نحدد نسبة القدرة على اكتساب هالبكتيريا الريزيستنس بلبنان لأنه ما بنعرف النسبة قدي، نقدر نفهم قديش أو كيفية انتقال هالريزيستنس، كيف عم يتواصلوا مع بعضهم لحتى نشوف شو العنصر الأساسي اللي عم يسبب هيدي الريزيستنس ونقدر نحدده، نعرف مين الجهة اللي سببت بالعدوى. والأهم أنه نقدر نعمل مقارنة بين الطرق الكلاسيكية اللي عم تستخدم بالمستشفيات وتقنية جديدة هلأ أكيد حيحكوا عنها أكثر لنشوف إذا هن متطابقين، التشخيص اللي عم ينعطى بالمستشفيات صحيح ولا في غير طرق ممكن تكون فعالة أكثر. يعني أكيد هذا موضوع كتير مهم وكتير كبير وبيعني لكل المجتمع، وهذا الشيء اللي لازم نكون كمان عم نركز عليه، لأنه كل ما نشوف مشروع بهم البلد كله لازم كلنا نحط ايدينا ببعض ونكمل. يعني حاليا نسبة الأوبئة وخصوصي مثل ما ذكرنا الانتي مايكروبيال ريزيستنس عم تفوق نسبة الوفيات فيها، يمكن حتى اللي قطع اللي شفناه بأربع سنين بكورونا within one year نحن عم نحصل على نسبة وفيات أعلى، هيدا الشيء صار بال 2019. فكرمل هيك هيدا الموضوع كتير مهم ولازم كلنا نتعاون حتى نشوف أو نجرب نحد من انتشار. دكتور أنا قبل ما نرجع نحكي عن المشروع كمان، شو اللي معقول يزيد الريزيستنس عند هول البكتيريا؟ يعني نحن نعرف التلوث يمكن بيأثر، إذا شخص عنده شوية مناعة بنلاقي إنه المرض بيأثر عليه أكثر، ولكن كبكتيريا هي بحد ذاتها تتقدر تطور حالها أو تتقدر تتقدم وتبطل عندها يمكن الضعف قدام هيدا الدواء، شو اللي هو اللي بيطورها؟ هلا في اشياء كتير، اهم سبب اللي هو بالكونتكست اللي نحن عايشين فيه بالمستشفيات بشكل عام
إعطاء المضاد الحيوي بشكل أو استخدام المضاد الحيوي بشكل عشوائي بدون ما نعرف تحديدا شو هي هيدي البكتيريا. البكتيريا بتقدر تتأقلم معه، بتقدر عندها طرق تتخلص منه. هيدي هي يعني المستشفيات. أنا شخصيا يمكن أي حدا فينا بحس حاله مريض هو أوتوماتيكلي بفكر أنه أنا عندي بكتيريا الإنفكشن، بيروح بياخد أنتيبيوتيك. سو هيدي هي المشكلة. المشكلة أنه نحن ما عم نعرف عن جد أنا عندي بكتيريا الإنفكشن ولا عندي غير شيء، عن جد هيدا الأنتيبيوتيك بيشتغل على هيدي البكتيريا ولا لا. فالاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية هو من أكثر الأسباب اللي بتأدي أنه هيدي البكتيريا تتواصل مع بعضها، انتقلت لها، اكتسبت قدرة على المقاومة، بتنقلها لغير بكتيريا وهيك بينتشر الموضوع. أكيد هذا موضوع كتير مهم كمان. سيد أنور أهلا وسهلا فيك كمان عن جديد، يعني يعطيك ألف عافية على هذا المشروع. نعرف قدي كمان المستشفيات عم بيكونوا عم بيقوموا بدور كتير مهم، ونحن عنا بعدنا القطاع الصحي بلبنان أفضل بكتير من غير بلاد بالرغم من كل الصعوبات، ولكن حلو دايما نشوف أنه في تجديد وخطوة لقدام وتطوير. شو اللي أعطيك الوحي والفكرة أنه تبلش بهذا المشروع؟ هو صراحة تقنية جديدة بالنسبة للمستشفيات بالجنوب. نحن عادة عم نستخدم الترديشنال مايكرو، يعني البكتيريو اللي هو عادة بيشتغل على ميديا محددة، ما بيشتغل على سلالات جينية محددة لنشوف إذا هيدي فعلا هيدي البكتيريا ولا لا. فالفكرة النكست جينيريشن سيكونسينج هي انه تحليل جيني للبكتيريا، هل هي فعلا هيدي البكتيريا، هل هي انتقلت من هيدا الشخص لهيدا الشخص، هل هي كانت موجودة بالمستشفى وانتقلت لإله، هل هي كانت موجودة حول الأشخاص اللي حواليها وانتقلت لهيدا المريض ولا لا. هي فكرة تحديد بشكل يعني بشكل أداء. عرفت كيف؟ وطبعا بالتحديد في موضوع الجينات، لأن نشوف إذا الجينات هي موجودة، وبالتالي هي بتدلنا أكتر هل هي هذه مقاومة ولا لا. فبشغل المستشفيات ما منلاقي نحن هذا الشيء، يعني منلاقي عادي فحوصات عادية، في زرع عادي وبيطلع من وراه وكم تيست صغير بيطلع بيتحدد البكتيريا وهذا انتهى الموضوع. بالنكست جينيريشن سيكونسينج انت عم بتفك شفرة البكتيريا لتعرفها وعم تقارنها مع الجينات الموجودة عالميا، هل هي هذه البكتيريا ولا لا. وهون انت ساعتها بيجي من بعدها صوابيت العلاج اذا عم بيكون مزبوط ولا لا، بيرجع بعدين تحديد هل هو عن جد عم بيصير في انتشار ولا لا، لانه مش شخصين عندهم نفس البكتيريا معناته انه هني لقطوا من بعض، يمكن يكون كل واحد كل شخص عنده بكتيريا نفس النوع بس لا ما نقلوا من بعض. اللي بيحدد هذا الشيء اللي بيعطيك انسايت اكثر هو الجينات الموجوده بهذه البكتيريا وبهذه البكتيريا، ساعتها بتقول انت البروبابيليتي تبعيتها انه ممكن تكون هذا المريض عدا هذا المريض. وهون صراحه بيترتب كثير على المستشفيات، يعني انا اليوم بس اعلن حاله تفشي بقلب المستشفى اوتوماتيكلي كل الدخول على هذا القسم بيتوقف، حتى الإجراءات بتخلو في لبس معين للتمريض، في لبس معين للأطباء بدهم يلبسوه ليفوتوا ويهتموا فيه للمريض، في كتير إجراءات. فأنت من خلال التحديد بشكل دقيق أنت هون عم تقول هل هيدي حالة تفشي ولا لا. إذا فعلا كنت أنت عم تحددها بالتراديشنال مايكرو وتقول حالة تفشي وتطلع بالجيناتيك أنه هي منا حالة تفشي، أنت بتكون عم تهدر كتير ريسورسز. وهون الاستثمار الحقيقي أنه إذا استخدمت الانجياس أنت عم تستخدمها بشكل كتير دقيق، عم توصل مع البكتيريا وعم تقدر تحددها، وهون أنت بيكون يعني صرفك عم بيكون بشكل موجه أكتر. أكيد كمان يعني نحن بنعرف المستشفيات قد ايه بيكون في عندهم العديد من البكتيريا، يعني نحن بنروح على المستشفى بنقول إنه هون نتعالج، ولكن هون كمان في كتير أوبئة أو في كتير خطورة إنه نلقط بكتيريات معينة إذا كان في استشاء أو عدم مسؤولية. وخليني أقول لك شغلة، بمنطقتنا نحن مفاصلين البكتيريا جرام نيجاتيف وجرام بوزيتيف. الجرام نيجاتيف هن الأكثر شيوعا، بالبارت الثاني بامريكا بنشوف جرام بوزيتيفز اكثر. فنحن الفوكس تاعنا حتى بالمشروع انه نحن نروح للجرام نيجاتيفز اكثر، واللي نحن في بكتيريا ما كنا نشوفها اصلا هي مضاده او عندها ريزيستنس للكاربابينامز مثل اللي هن اخر تشويس، نحن هلا بنشوفها بشكل روتيني. وخوفنا الاساسي
انه هذه اللي موجوده بقلب المستشفى اللي هي كربابينم ريزيستنت تصير موجوده بالمجتمع بشكل عادي. وهون بنروح لاوبئه بشكل اكثر والعلاج بيروح بشكل تلقائي. وساعتها من سمبل انفكشن يعني من اي انفكشن بسيطه او عدوى بسيطه بتصير الوفيات بشكل عالي كثير. اكيد يعني هذا اللي عم نجري كمان ما نوصله بعتقد كل المستشفيات وكل الجهات الطبية كمان بتجري بتتفادى هذا الموضوع. دكتور أنا بدي استفيد من وجودك معنا قبل ما نودعك كمان، بس من ناحية العلوم ومن ناحية البيولوجي بشكل عام قد أهمية هذا الموضوع خاصة بمجتمعنا اليوم بلبنان؟ طبعا من ناحية الريسيرش ونحن تركيزنا أكثر بيكون على الأبحاث، هيدا المشروع بشكل عنصر أساسي لحتى نقدر نحن نفهم جينيا كيف هيدا البكتيريا عم تنتقل لها هالمقاومة، شو هن العناصر منقدر نحددهم من خلال التقنية اللي حتستعمل بهيدا المشروع، منقدر نحددهم وبالتالي منقدر نتفادى. يعني نحن بيكون عنا البري كلينيكال إذا بدك المرحلة ما قبل التطبيق، لما نحدد العنصر اللي عم يتم نقله اللي عم تكتسبه هذه البكتيريا بنقدر نطبق هذا الشيء بالمجال يعني التطبيقي على المرضى ونتفادى الريزيستنس وبالتالي منحسن فرص علاج المرضى. يعني اليوم للأشخاص اللي عم تحضروا وعم تشوف انه في مشروع جديد عم بيصير وعم بيندرس كمان، شو هيك بطريقه سريعه بتحب تقولينه انه هذا المشروع لوين رح يهدف لوين رح يوصلنا؟ سو هذا المشروع يعتبر جزء اساسي من خدمه المجتمع على نطاق الطبي. نحن بس نقدر نفهم شو عم بيصير بالنسبه لهيدي البكتيريا بنقدر نحد من نسبه انتشارها بالمستشفيات وبالتالي اكيد هذا بيفيد يعني ما فيني اقول اغلبيه بيفيد كل المجتمع أكيد. لانه طبعا كلنا معرضين كل حدا فينا عنده جهاز مناعي معين بغض النظر عن العمر بغض النظر انه اصلا عنا بالمجتمع فئه يعني لنحمي الاشخاص الكبار بالسن لنحمي أكيد. الاطفال لنحمي كل الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه وكل الفئات المجتمعيه. اكيد هيك بنتعرف على المرض شوي اكثر او البكتيريا شوي اكثر تنعرف كمان كيف بدنا نتعامل معه. بدي اشكرك كثير على وجودك معنا دكتور رنا الحاج من قسم العلوم البيولوجيه بكليه العلوم بجامعه بيروت العربيه. ميرسي على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. نحن السيد انور رح نكمل مقابلتنا كمان رح ينضم لنا دكتور أنطوان فياض، ولكن رح نتابع نحن والمشاهدين تقرير كمان معلوماتي عن هذا المشروع أكثر وأكثر وبنرجع نستقبل دكتور. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا. خلينا نتكلم النهارده على اهميه الان جي اس او اللي هو النكست جينيشن سيكونسينج اختصارا بيتقال عليه ان جي اس. الان جي اس او التفاعل التسلسل المتقدم ده بيساعد على فك او معرفه التسلسل للترتيب الجيني سواء كان دي ان اي او ار ان اي. طيب نفهم منين اهميه الان جي اس؟ خلينا نقول شويه على مشروع الجينوم البشري. ومشروع الجينوم البشري ده كان جهد دولي اكتر من كذا مركز على مستوى العالم، والكذا مركز على مستوى العالم دول بدأوا من 1990 عشان يقدروا يفكوا شفرة الجينوم البشري. من 1990 لغاية 2003 هم قدروا يفكوا حوالي 85-90% من شفرة من الجينوم البشري. في وقتها ما كانوش بيستخدموا الان جي اس او هذا النكست جينيشن سيكونس لغايه 2022 لما قدروا يكونوا او يعرفوا الشفره كلها بتاعه الجينوم البشري. الموضوع خد من 1990 لغايه 2022 خد حوالي 32 سنه. خلينا نقول بقى ان ان جي اس مع اكتشاف الان جي اس انت تقدر تفك شفره الجينوم البشري في خلال يوم او اقل من يوم، فده يوضح اهميه الان جي اس مقارنة بالأشهر نظام لفك الشفرة بتاعت الدي ان ايه اللي هو السابق اللي هو السانجر سيكونسينج. الطرق المستعملة بالمستشفيات للكشف على البكتيريا وتشخيصها هي متعددة.
من احدى هيدي الطرق الكشف لهيدي البكتيريا على الميكروسكوب، يعني نقدر نحن نشوفها، نشوف شكلها، الوان معينه، اشكال معينه هي بتقدر تعملها، بتقدر نحن تدلنا على نوع هيدي البكتيريا. في اكيد طرق ثانيه منها البايوكيميكال اناليسيس اللي نحن بنقدر من خلالها نعرف لاي عائله هيدي البكتيريا بتنتمي حسب اذا كانت بتفرز او عندها انزيمات محدده. طبعا كمان في غير طرق منها انه نقدر نعمل نمو لهيدي البكتيريا على سيلكتيف ميديا معين، هيدا السيلكتيف ميديا ما بخلي غير بكتيريا تعمل نمو، وبالتالي نحن بنقدر نعمل ايدنتيفيكيشن او ديتكشن بس لهيدي البكتيريا بدون غيرها. في اكيد غير تكنيكس وتقنيات تستعمل مثل الانتي مايكروبيال سسبتيبيليتي تيستينج، هيدي التكنيك من خلالها بنقدر نحن نشوف فعاليه المضاد الحيوي لهيدي البكتيريا. من اشهر ثلاث تطبيقات للان جي اس اللي هو اللي بيتقال عليه بريسيشن ميديسن، كلنا عارفين ان كلنا متشابهين في الجينوم البشري بتاعتنا، يمكن الفرق ما بين كل واحد وواحد هو 0.1%. فبالان جي اس انت بتقدر تعرف في يوم ولا اقل من يوم الفرق. فالبروسيشن ميديسن انت تقدر تكتشف هذا الشخص هو عنده مشكله في السيكونس بتاعه او تتابع الدي ان اي او تتابع الشفره الوراثيه بتاعته، وتقدر على في المستقبل ان انت تعمل تيلرينج او تقدر تجهز دواء او علاج له خاص. كذلك مهم جدا الان جي اس في الايرلي ديتكشن، او ان انا اكشف مبكرا على الامراض عشان اقدر اعرف هذا الشخص عنده عرضة لأمراض معينة ولا لا. كذلك في التشخيص الدياجنوستيك أنا أقدر أعمل حاجة اسمها precision diagnostic، إن أقدر أشخص بدقة عالية جدا الحالة المرضية اللي عندي عن طريق الـ NGS. فدي من أهم الأبليكيشن بتاع الـ NGS. حاليا بيستخدم طبعا للكشف عن أنواع كثيرة جدا من البكتيريا، من ضمن وخصوصا مع التقدم في الـ NGS وأصبح دلوقتي في الجيل الثالث من الـ NGS، بيستخدم للكشف عن بكتيريا من ضمن المايكرو اورجانيزمز او الكائنات الدقيقه اللي عندها قدره عاليه على ان هي تكون مضاده لكلاس او قطاع عريض من ادويه المضادات الحيويه وكل الكلام ده كله. استخدام الان جي اس في هذا المجال والسرعه اللي بيوفرها، وحاليا التكلفه بتاعه الان جي اس بقت اقل كثيرا من زمان، اتاح للعلماء والباحثين ان هم يقدروا يستفيدوا من النتائج ده لخدمة المرضى والخدمة الأكبر لخدمة المجتمع. نحن بالمختبر عنا مختبر علوم البكتيريا وعلوم المجهرية الجزيئية، نشتغل على أنه نفهم كيف البكتيريا عم يصير عندها مناعة على المضادات الحيوية. هذا الشيء عم يسبب جائحة عالمية عم تقدر تقتل كتير ناس، وتوصل لمرحلة أنه بحدود 2050 تقدر تقتل 10 مليون شخص بالسنة من وراء هذا الموضوع. نستعمل تقنية الـ NGS Next Generation Sequencing. من خلال هذه التقنية المتطورة بنقدر نقرأ الكود الجيني تبع كل بكتيريا ونحلل جينيا كيف هالبكتيريا عم تقدر تتطور ويصير عندها مناعة ضد المضادات الحيوية. بهذه الطريقة بنقدر نسهل على الطبيب يقدر يلاقي طريقة علاج مناسبة لهذا المريض. بنقدر كمان نشتغل تنقدر نلاقي مضادات حيوية جديدة فيها تقاوم هذه البكتيريا اللي عندها المناعة، وفينا كمان نشتغل على انه نفهم انماط انتشار هذه البكتيريا كيف عم بتصير، يلي هو من خلال قرايتنا للكود الجيني تبع البكتيريا فينا نعرف هذه البكتيريا يلي عنده اياها هذا المريض اذا جايه من هالمنطقه ولا هذا البلد ولا حتى مستشفى فلان ولا مستشفى ثاني. بهذه الطريقه نحن بنقدر نعمل مابينج او نرسم خريطه لتفشي مختلف البكتيريا يلي عندنا، ونقدر نعرف كيف بدنا نوجهها ونحاربها ونفهم كيف عم تتطور. يعني مثل ما شفنا اكيد بالفيديو في كتير كمان معلومات مفصله ومبين كمان كيف كنتوا عم تشتغلوا بالمختبر وكل هالقصص. اول شيء بدي رحب اكيد بدكتور انطوان ابو فياض من قسم علم الامراض التجريبي وعلم المناعه وعلم الاحياء الدقيقه بكليه الطب بالجامعه الامريكيه ببيروت. اهلا وسهلا فيك. مرسي. اكيد رح نحكي كمان تقنيات اكثر معك، ولكن سيد انور كمان بدي كمل معك شوي لانه شفنا يعني العديد من الافكار كمان بهذا
هالروبورتاج، ولكن وين صرتوا بهذا المشروع لهلا وكيف عم بتشوف كمان عم بيتطبق؟ يعني نحن شفنا الحسنات الكتير اللي كمان رح يقدمها المشروع، ان كان بسرعه المريض انه من الفل من المستشفى، عدم انتقال المرض، يمكن تعريف المرض اكثر، ولكن بهذه المرحله انتوا وين من هذا المشروع؟ طبعا احنا بس لاقول لك شغله بالبدايه، اعداد الناس المصابين بهذه العدوى كانت جدا كثير كبيره، رحنا لنعمل فلتر بشكل اكثر لنحدد بس من هن الجراثيم المرضى اللي حاملين جراثيم مضاده للكاربابينام، فهذا اخذ معنا جهد كثير كبير. اسسنا تاسك فورس، تاسك فورس هي عبارة عن ناس مختصين، يعني هني لاب نيرسينج، بعض الدكتورز، جمعنا العينات ورحنا اشتغلناهم بال يعني بأول ستيب بالبي اي يو جامعة بيروت العربية، بعدين رحنا على الجامعة الأمريكية ببيروت. طبعا هنيك في أكثر من تشالنج تيست عملناهم لنوصل للدي ان اكستراكشن، ناخد الحمض النووي ونشوف هل هني كاربابينام ريزيستنت ولا لا. أكيد هون يعني كمان تفرق نوع الجرثومة شو هي كرمال نعرف شو بدنا العلاج، وأوقات العلاج الغلط بيؤدي لمراحل كتير كتير غلط. هون وين شفتوا الفرق بين التقنية الحديثة والتقنيات اللي بتصنع؟ صراحة بين المختبرات الموجودة والتقنية الحديثة في قول بكل وضوح إنه في جدا فرق بالتحديد، وبالتالي طبعا اكيد طرق العلاج مختلفه راح تكون، طبعا عزل المرضى كمان راح يكون مختلف كليا، وهذا مش بس انه نحن عم نقول تحليل جيني، يعني حدا بفكر انه يمكن تاخذ له اسبوع 10 ايام لتطلع النتيجه، لا نحن هلا نحن بخلال ساعات قادر انت تحدد اذا شو نوع البكتيريا وتاخذ على اساسها ديسيجنز مباشر. هلا بتقول لي كلفة كتير عالية، نحن فينا نصوب أكثر الموضوع إذا شكينا بحالات التفشي. بحالات التفشي طبعا بتروح بشكل تدفع شوي على موضوع الان جي اس، بس أنت بتكون عم توفر كتير ريسورسز بالطرف المقابل. وشغلة تانية والأهم أنه أنت لما بتسكر قسم بتقول أنه في حالة تفشي، لما بتثبت لك الان جي اس انه ما في حاله تفشي، المرضى بشكل روتيني بيرجع بيدخلوا، ما عادش بينطروا بالطوارئ وما عادش بيروحوا على مستشفيات تاني، كمان بيكون نفس المشكله عندهم لانه ما عندهم محلات. وبنشوف هون قد ايه يعني بتفرق كمان العلاج، قد ايه بيفرق القعده بالمستشفى، المصاريف، كل هول. يعني ذكرت مش غياب الموارد ولكن عدم معرفه المشكله. مزبوط. هون رح نروح نحكي مع دكتور انطوان كمان عن الان جي اس بالتحديد اللي هو نيكست جينيريشن سيكونسينج، اللي كمان شرحت لنا عنه شوي بالفيديو، ولكن خلينا نحكي اكثر معك، عرفنا عنه اكثر. اول شيء بونجور، اهلا وسهلا فيك وميرسي على الاستضافه. الان جي اس هو عباره عن طريقه جدا دقيقه تنقدر نفهم بطريقه قرايه التسلسل الجيني تبع البكتيريا. هذه البكتيريا اصلها وفصلها ومن وين جايه، شو عندها جينات تسبب مرض للانسان، شو عندها جينات يكون عندها مناعة على المضادات الحيوية، وكيف فينا نقدر كمان زيادة نطور مضادات حيوية جديدة تنقدر نكافح هذه البكتيريا. يعني التسلسل الجيني الـ Next Generation Sequencing هو مش بس بيساعد على نعرف إذا في حالة تفشي ولا نقدر نعمل تريتمنت صح تنساعد المريض، هو كمان بيساعدنا باكتشاف المضادات الحيوية الجديدة، بيقدر يساعدنا باكتشاف الفاكسينات وكل هودي الأمور. شفنا هذا الشيء during COVID بكوفيد، كيف التسلسل الجيني تبع الفيروس SARS-CoV-2 من وراء قدروا يعملوا فاكسينز بسرعة فائقة. هذا الشيء كمان بنعرفه نحن من كوليرا. كمان هلا بما انه كوليرا عم تتفشى بكذا دولة حول العالم، التسلسل الجيني عم بيساعد انه نطور فاكسينات جديده، وهذا الشيء عم بيطبق على كذا بكتيريا كمان غير كوليرا. اللي مهم كمان نعرفه انه هذا الشيء عم بيتطور بسرعه ليصير بوينت اوف كير. بوينت اوف كير بمعنى يلي قالوا انور من شوي كتير مهم، الفرق بالوقت بين انت تشخص التهاب بكتيري ناجم عن بكتيريا بياخدك بين 3 to 5 ايام. انت بس تروح لتعمل زرع بياخذوا منك عينة دم ولا عينة بول ولا ولا اللي هي، بدها بين 3 ايام و5 ايام ليعطوك النتيجة، ليقولوا لك هاي البكتيريا هي إيشيريشيا كولي ولا كلبسيلا نوموني ولا اللي هو.
ويقولوا لك انه عندها مناعه على هذا المضاد الحيوي وهذا المضاد الحيوي. بينما هون صرنا نقدر من خلال المينيموم 6 ساعات و24 ساعه تقدر تعطي الطبيب اسم البكتيريا، شو عندها جينات مضاده جينات مناعه مضاده للحيويه، وبدك يعني دغري تقدر تسهل امور ال تشوف اذا في حاله تفشي ولا لا بالمستشفى. أكيد. وكمان نقطه كثير مهمه نضوي عليها، لانه هذا مفهوم خاطئ شوي كثير بمجتمعنا، انه هالمستشفى مجويه فيها كثير بكتيريا ما بيسوى تفوت عليها. هذه موجوده بكل المستشفيات على الكره الارضيه كلها. ولو في مستشفيات برات الكره الارضيه رح يكون فيها نفس المشكله. كل المستشفيات فيها بكتيريا. ليش؟ لانه الناس المريضه هي بتيجي على المستشفى. فإذا أنا ما بني شيء وماني مريض ما رح أجي على المستشفى. سو أنا حامل جرثومة وأوقات بالطوارئ أو بحالة كارثة أو حتى بالطريقة العمل الصحية بالمستشفى، أوقات بينتقل جرثومة من مريض لمريض خلال ممرض، من خلال بدريل، من خلال القاطع من حده 100%. سو هون الفكرة المهمة اللي لازم نعرفها، أنه هيدي مش منا شيء عيب على مستشفى معين بلبنان ولا على لبنان بالتحديد، هيدي موجودة بدول العالم كلها. أكيد. ولكن بتختلف طريقة شو بتعمل المستشفى إذا في حال عندها حالة تفشي. مزبوط. في عندها كتير مستشفيات بتاخد الأمر على محمل الجد، بتعالج الموضوع دغري، وعم يستعملوا تقنيات الـ NGS صاروا بهول المستشفيات، مثل مستشفى الجامعة الأمريكية ببيروت ومثل المستشفيات بأوروبا وبأمريكا كمان عم بيستعملوا هيدول التقنيات ليقدروا يحددوا إذا في حالة تفشي بأسرع وقت ممكن، ليقدروا يطوقوها ويعالجوها. ومن تاني ميلة كمان بلشوا ببعض المستشفيات بالدول العالم متقدم إذا فينا نقول، يستعملوا الـ NGS as point of care، يلي هو تيست للمريض بالمستشفى بدل ما نستعمل الفحوصات التقليدية اللي هي الزرع ونعمل تحليل البيوكيميكال اللي حكيت عنه دكتورة رنا بالفيديو، ونرجع نعمل أنتي مايكروبيال سسبتابيليتي، شيء اللي بياخدك 3 إلى 5 أيام. بهذا الوقت أنت بتكون عم تعطي المريض أنتي بيوتيك خاطئ. إذا بكتيريا اللي أنت عندك إياها مسببت لك التهاب عندها مناعة على هذا الأنتي بيوتيك، هالبكتيريا ما رح تموت. ومن تاني ميلة، نحن بجسم الإنسان في عنا شيء اسمه مايكروبيوتا او الفلورا تبع الميكروبز يلي بيعيشوا بقلب الجوت بالمصران تبعنا. ما هيدي البكتيريا انت عم تعطي انتي بايوتكس مره على مره على مره، رح يصير عندها مناعه، رح تصير عايشه مع الانتي، وانت رح ترجع انت رح ترجع تفوت على التواليت ورح ترجع تودي هيدي البكتيريا على الطبيعه، وخصوصا بما انه ما عندنا نحن صرف صحي مزبوط. هذا الشيء رح يودي انه انت عم تعمل ريسيركيليشن او اعاده انتشار لبكتيريا عندها مناعه على المضادات الحيويه من اول وجديد. يعني اكيد هذا موضوع كتير واسع وكتير مهم، ولكن نحن دائما بنرجع بنذكر العالم هولي يمكن تفاصيل او تقنيات هن شويه تكنيكاليتيز تنقول، يمكن هن ما كتير هلا عم بيفهموا شو عم بيصير، ولكن هذا كله رح يقدم الطب بلبنان بشكل كتير مهم. يعني عم نحكي بدل ما نعمل زرع مثل ما كنا نعمل نطر 4-5 أيام، نعمل بست ساعات، وقديه بتفرق بهالاربع ايام يمكن حاله المريض، البكتيريا أبصر. وين بتكون وين بتصير، شو بيكون الوضع. وكمان مثل ما ذكرت حضرتك، اوقات بنكون نجي مثلا عم نعطس، نجي عند الحكيم بنقول له عم بعطس، بيقول لك طلعت نتيجه الزرع، خد هذا الدواء. بهذا الدواء يمكن ياثر كثير سلبا كمان اكثر واكثر، فهول كلهم عم نحد منهم، غير اكيد المستشفيات اللي بيصير عندها وقت اكثر يمكن تعرف اكثر، بتحدد الجرثومه شو هي تتعرف تعالج، وكمان تخلي المريض يكمل بحياته. اليوم عم نحكي كمان عن تطور كتير كبير بلبنان، ليه ما كان موجود هيدا قبل، او ما نحكى عنه، او ما كانوا يستعملوا المستشفيات؟ مش اذا كان موجود ولا لا، نحن بلشنا فيه بال 2019، كنا من اول المختبرات بالمنطقه يلي بلشت تعمل تسلسل الجيني نكست جنريشن سيكونسينج للبكتيريا بالتحديد عم نحكي. بتعرف اول ما تبلش بسيستم جديد بدك تقدر اول شيء تثبت انه اللي عم تعمله مزبوط، ترجع تاخد اكريديتيشن بهذا الموضوع وسيرتيفيكيشن كمان. اول ما بلشنا عملنا تريننج بالسي دي سي بسنتر فور ديزيز كنترول بامريكا،
ورجعت انا على لبنان وبلشنا بهذا المشروع، وكنا عم نبعث السامبلز تبعنا لهونيك حتى لي اكدوا على الريزلتس تبعنا، لانه كانت بعدها بوقتها وحتى بعدها لليوم ما انا موجوده بكل المختبرات ولا بكل الجامعات، بعدها something niche جديده. سو ونحن المختبر تبعنا كمان هو مختبر مركزي مرجعي لمنظمه الصحه العالميه بالامراض الجرثوميه البكتيريه. بقى حيالله في حاله تفشي بحيالله دوله من المنطقه، العينات بتجي على المختبر تبعنا تنعمل لهم هيدا التسلسل الجيني نكست جينيريشن سيكونسينج تنقدر نساعد باحتواء الجائحه. منهم ومش حصرا الكوليرا اللي مرقت يلي كانت موجوده بسوريا وبلبنان وبالعراق وباكستان وبافغانستان، او سامبلز اجوا لعنا. زياده على هيك عندك كان في كذا حاله تفشي للصحايا للمننجيتس كمان اشتغلنا فيهم. صرنا فتره عم نشتغل، بس هلا شوي عم نتوسع اكثر اذا بدك. اكيد يعني اكيد هيدي الشغله منا بين ليله وضحاها رح تصير، ولكن حلو نكون عم نشتغل ونقدم خطوات لقدام، واكيد نحن عم نضل على اتصال معكم على كل شيء بيصير بهيدي الخطه من تطويرات، وكمان نرجع بنستقبلكم اذا الله راد قريبا، بنكون عم نبلش نطبقها بالمستشفيات وبنكون عم نشوف اكثر هذا المشروع عم بينشر. ميرسي كثير لكم لوجودكم معنا، اول شيء دكتور انطوان ابو فياض قسم علم الامراض التجريبي وعلم المناعه وعلم الاحياء الدقيقة بكلية الطب بالجامعة الأمريكية ببيروت، وأكيد دكتور رنا الحاج اللي كانت معنا من قسم العلوم البيولوجية كلية العلوم من جامعة بيروت العربية، وأكيد السيد أنور السهيل اللي بإدارة مكافحة العدوى بعدد مستشفيات الجنوب. أنا بدي أتمنى لكم كل التوفيق بهذا المشروع، وأكيد هذا بيكون إنجاز كتير كبير لكل المستشفيات بلبنان وبالتالي للبنان ككل، فيعطيكم ألف ألف توفيق. أنا بدي أشكركم وإن شاء الله بكل التوفيق. Thank you. Merci. صبحيتنا بالتابع، ولكن بعد فاصل قصير. عودة لكم مشاهدينا، بدي ارجع رحب فيكم عن جديد. مين منا ما بينطر فقر الديكور والزميل شربل كرم؟ اكيد صباح الخير شربل. صباح الخير رنا. يعني شربل صرنا زمان ما طلعنا سوا، واشتقت لابتكاراتك والاخبار يلي دائما بتشاركنا فيها. وانا اشتقت لك، وبدي بارك لك على الهواء على فكرتك الجديده. ميرسي، كثير حلوه. كثير هيك عطيت بلس للبروجرام، وام فيري براود اوف يو، و مجوز أدار على الهواء كمان، ومبروك كتير عن جد من قلبي، وبتستاهلي أكتر، وعقبال ما نشوفك ببروغرام لإلك خاص. إن شاء الله إن شاء الله. أكيد شربل، يعني بدي أتشكرك على هالمباركة، وأكيد نحن دايما ببرنامجنا الصباحي كل الأمور يلي مندوي عليها ومنعرضها من خلال برنامجنا بتكون بلاس للبرنامج ولا تلفزيون ولا كل الأشخاص يلي بنكون عم نتشارك نحن وياهم الصبحية. فشكرا لك، وإن شاء الله أكيد يكونوا عم يستمتعوا فيها. يعني بكرة كمان هيك ما زال هيك فتحنا خبرية الفقرة الجديدة with the stars، بكرة في عنا ضيف مميز جدا رح يكون عم يشاركنا فيها الفنان أيمن زبيب، وفي كتير حقائق وهيك تصاريح خطيرة خلال البرومو الفقرة. فالفقرة رح تكون كتير حلوة، أكيد بتمنى من الكل أن يكون عم بتبع ويتبع برنامجنا الصباحي كمان بكرة. شرب اليوم شو محضرين؟ كنا عم نحكي أنا نرجع لفقرتي نرجع اي صح. اليوم شو محضرين؟ اليوم بدنا نحكي عن الايكو فريندلي ديزاين او سستينبل ديزاين اذا بدنا نقولها بالعربي، هو كل التصاميم المستدامه. كثير اليوم العالم والبلانت عم نتجه لهيدا الشيء، مش بس بالانتيريور ديزاين، لنقول بالالكترونكس عم بيتجهوا لهيدا الشيء، يخففوا اول شيء تلوث وكل هالانبعاثات الكربونيه اللي عم بتكون اللي عم بتاثر على صحتنا. سو كمان نحن بهندسة الديكور بناخذ بعين الاعتبار هيدا الشيء، وحنشوف بهيدا التصميم كيف بنعمله، شو الأسس اللي نهتم فيها والأسس اللي ما نهتم فيها، وين فينا نطبقهم، يعني ان كان ببيوتنا او بغير بزنسز كيف فينا نطبقهم. شربل، يعني هلا عم بتقول انه رح ابتكارات جديدة وهي مساعدة للبيئة. صحيح. وتجميلية للمنازل الداخلية بذات الوقت بيكون فيها الشق التجميلي، لأنه بالنهاية نحن عم نشغل بالبيوت، في شق تجميلي كتير كبير،
بس كمان بذات الوقت نحن بهيدي بس نكون عم نحكي عن هيك توبكس القصص المستدامة كيف نعمل يعني ايكو فريندلي هاوس او ايكو فريندلي زون اللي عنا كمان بذات الوقت بناخذ بعين الاعتبار القصص الجمالية وبذات الوقت القصص اللي ما بتأذي لنا لا صحتنا ولا بتأذي البيئة اللي هن مربوطين ببعضهم صحتنا والبيئة كمان بفتكر شربل بهيدي النقطة يمكن كمان عم نساعد الأشخاص يعني برأيك بتكون هيدا عم تساعد الأشخاص كمان تكون عم توفر عليهم قصص مادية على ما أظن مادياً عم بتوفر بس كمان الأهم من هيدا الشيء توفير المادة اللي هو إنه عم نهتم بصحتنا وعم نهتم بالبيئة لأن يقدروا لأنه أنا دايماً بقول صحة الإنسان والبيئة مربوطين ببعضهم إذا بيئتنا منيحة المناخ وكل شيء الانفايرمنت تبعها صحتنا منيحه فزيت شيء نحن بدنا ننقل هالشيء على بيتنا او على الزون تبعنا وين عم نشتغل كمان هول لازم ناخذهم خصوصا بهول الايام بعين الاعتبار سو هيدي هي الايكو فريندلي ديزاين هو اذا بدنا نسميه مثل جسر عبور بين الامور القصص الجماليه والقصص اللي هي بتحافظ على البيئه وجمال البيئه وجمال نحن يعني روحنا صحتنا. ونفسيتنا طبعا. وصحتنا اكيد طيب كيف منطبق هالهندسه الداخليه على ارض الواقع اوكي انا لخصتهم بسبع نقاط يلي هن كثير بنلاقيهم موجودين عنا بحوالينا الانفايرمنت ويلي هن كثير بفيدونا ما بيكلفوا كثير وبنقدر هيك ايزي لنعملهم بدايةً إذا بدنا نحكي قصص مستدامة بدنا نحكي أول شيء عن اللايتنج الإضاءات أو اللمبات بالبيت نحن كلنا معودين منقول الفلوريسان على اللبناني اللي هو لأنه صح. بيوفر اليوم صح. في عنا الليد بولبز أو اللمبات الليد هنا أول شيء بخففوا استهلاك كهرباء بخففوا كلفة الكهرباء علينا لأنه اليوم عم نشوف نحن مش بس بلبنان عنا مشكلة أزمة طاقة عنا عم نحكي بيوروب عم نحكي وين ما كان بالعالم طبعا. بأفريقيا عندهم زيت شيء فكمان نحن لازم ناخد بعين الاعتبار هيدي النقطة أول شيء برجع بقول نكون عم نوفر كهرباء وعم نوفر مصاري على جيبتنا واليوم اللبناني بحاجة إلى $5 زيادة يعني يوفرها طبعا أكيد خاصة يعني بظل هالأوضاع الصعبة طبعا الأوضاع بزيت الشيء إذا بدنا نحكي كمان بشق الكهربائيات كمان كل شيء الإلكترونيك أبلاينسز اليوم صار في عنا ماتيريال او بس عم بيصنعوا ليتس سي مثل ما حضرتك كنت عم تقولي لي تحت الهواء الاي سيات بدائل صح بدائل الاي سي نحن الاي سي مثلا معودين 5 10 امبير اللي هي قد ايه حجمه بيحمل نحن اليوم صار في عنا اي سيات لانه اول شيء كرمال استهلاك الطاقه اقل والعالم ما معهم يدفعوا كثير بقى حق الكهرباء وعم تنقص هيدي الماده سو بقدروا يوصلوا لتقنيات ان كان اي سيات برادات اي شيء ب 70% اقل استهلاكا للكهرباء هلا اكيد هولي يعني ابلاينسز جديد ان كان برادات ولا تيفيات ولا اي سيات اللي هن فيهم 70% لس كونسامبشن من الكهرباء بس اغلى يمكن نلاقيهم بالبدايه اغلى بالسعر صح ولكن عم بيوفر عليهم بعدين إذا عم نجيب كتير كتير من الأمور يعني وعم يحافظوا كمان يمكن على صحتهم يعني أكيد يعني نحن إذا عم نشتري براد دفعنا حقه $1,000 وشفنا البرادات الجديد اللي هن دي سيف انرجي حقه 1800 في كتير ناس حيقولوا إف في فرق $800 عم هو مش سعرهم هيك بس هلأ هيك طلع بارازار الرقم نحن بس عم نحسب إنه $800 هو $800 على العمر كله نحن ما بنكون يمكن بنكون دافعينهم بشهرين ثلاثه كهرباء صحيح اليوم. صحيح سو لا ندفع الاغلى لو يعني لانه بيوفر كهرباء بس بذات الوقت بنكون عم نوفر مصاري لقدام طبعا وعم نحمي الاجيال اللي جايه اللي بدها تجي اجيال اولادنا واحفادنا عم نحمي حالنا كمان صحيح السستينبل ماتيريال يعني نحن اليوم بس بدنا نستعمل مواد بالبيت بالنهاية إن كان الخشب ولا الإزاز ولا الحديد كل هيدول نحن فينا نستعمل مواد معاد يعني ريسايكلد إعادة تدويرة إعادة تدويرة تنبلش بالمثلا أنين المي أنين المي نحن كلنا بنقول إنه ما بقى نستعمل بلاستيك لسبب لأنه بدهم مئات السنين ليتحللوا بالمي صحيح يعني ليصير في ديكومبوزيسيون لإلو بنلجأ أول شيء صحية أكثر لأنين الإزاز طبعا وتاني شيء ما بيصير لا شيء طيب هول الأنين الإزاز بدل ما يصنعوا أنين إزاز جديد في شركات وفي كتير براندز اليوم عم بيعملوا أنين إزاز ريسايكلد
ازاز الشبابيك زيت الشيء في معامل عم بيعملون من ماتيريال ريسايكلد المنافذ القصص اللي هن بالبيت بينعملوا واي نوت لازم نبلش نفكر نعود حالنا بهذا التفكير قنينة بلاستيك نوت تو يوز بدها تاذي لي صحتي بتعمل لي كانسر طبعا. ما بتتحلل بالطبيعه صح. القنينة الازاز كثير منيحه متينه اكثر بالشتاء يعني بتحافظ على الحراره وبالصيف كمان زيت الشيء سو بستفيد منه ومن مال ثاني ما بستهلك ماتيري يعني ما بكون عم صنع مواد جديده صح. عم بعيد صح. تكراره الاوكتريز لا قبل ما ننتقل لهيدي النقطه في اشخاص بيرجعوا بيستخدموا الانان البلاستيك مره واثنين وثلاثه وهذا الشيء ما انه صحي ابدا منيح. يعني ممنوع ما لازم يستخدموها الا مره هي بس بيقدروا كمان زياده يعني على كلامك بالانان البلاستيك او كل شيء جوسز ويعني انان بلاستيك اذا بنطلع من بكعبه بيبقى فيه مثل تريانجل ومحطوط رقم 1 2 3 هيدا الرقم يعني يا ريت ينحكى بفكره ناس يكونوا اخصائيين فيها اكثر يحكوا انا مش مؤهل اقدر اعطي ديتاي بس كل اللي بقدر اقوله انه من الرقم بنقدر نعرف قد ايه فينا نستعملها للانينه في انينه مره واحده ولازم نكبها صحيح. في انينه بيبقوا مرتين نحن عندنا بالكالتشر انه خلص انينه البلاستيك بتضل بقدر استخدمها اي شيء ابدا بقدر ارجع عبي فيه واستخدمه ولكن هذا الشيء ما بيسوى ابدا ومنه صحي نهائيا من السستينبل ماتيريال نحن بس بدنا نستعمل اليوم بدل ما انا اشتري مثلا باسكت يكون من بلاستيك ونحط فيه الغسيل او نحط فيه القصص اللي هن كل يوم بنغيرهم وتيابنا والقصص نقسم التياب للغسيل فينا نكون جايبين باسكت من القش ماتيريال القش اول شيء ما بيصير له شيء ما بتسويس وما بتعمل دود وثالث شيء الماتيريال من الطبيعه سو ما بنكون عم ننزع طبيعه احسن من ما نكون عم نصنع ونعمل بولوشن مثل المواد البلاستيكيه مثلا بذات الوقت القماش نحن اليوم بس بدنا نجيب كوفرلي او كفرز بالصيفيه هلا لو بالصيف نحن بنقول انه مش بحاجه بس كمان يلي عايشين بجبال ويلي عايشين على البحر بيعوزوا بالليل ايام هيك بيصير في نسمه طبعاً. هواء اكيد هول الماتيريال اللي احنا فينا نقول نشتري كفرز حقهم ديزون 10 دولار من السوق اللي هن صناعيه بيكون فيهم مواد بلاستيك ومواد مصنعه مش كله قماش بيكون فيه بوليستر صح. وفينا نشتري اللي هو بيبقى قطن ولان يلي هي بطبيعه لبنان في موجود هول المواد طبعا وفي ناس بعضهم لليوم بيصنعوا هول المواد بايديهم وبيصنعون عندهم معامل لهم سو بنستعملهم اول شيء بكون عم فيد اقتصاد بلدي عم فيد التالنتس الجداد وبذات الوقت عم فيد صحتي وعم فيد البيئه انه ما يعني نسبه التلوث عم سقط او وطيه قد ما في الووتر كونسرفيشن او استهلاك المياه كلنا معودين بنفتح الحنفيه المي ومنتركها نحن عم نغسل ايدينا هلا بالصيفيه بنسمع كثير خفف المي وسكر المي دائما حتى نحن عندنا مشكل بالشتاء بلبنان انه ما في قطعه مي اليوم نحن بس عم نكون عم نستعمل الحنفيات عم نجيبهم عم نشوف كثير حتى بالريستورانتس الحنفيات بس تقربي عليها اوتوماتيكلي بتنزل 30 ثانيه وبتوقف لترجع تمرقي ايدك عليها صحيح. هي مش عاملينها لشيء هيك قصدا يعني مش دارسينها هن دارسينها بيبقوا كيف لنحط الصابون نغسل يعني نحط الصابون على ايدنا نقدر نفرك منيح ما بدنا اكثر من 30 ثانيه ونرجع نشيل المي يعني الصابون عن ايدينا بالمي سو ليه هيدي السقف اللي نفتح المي ونمشي او نتركها صحيح بنفوت على التواليت لنتحمم بنفتح الدوش ومشي المي حرام نحن بلبنان بعدنا ما بندفع قد ايه بنستهلك مي يعني صح. بعدنا بندفعها مقطوعه ببلاد برا بيدفعوا على قد ايه استهلاك المي سو كمان عندنا مشكله ازمه مياه مش بس بلبنان طبعاً بالعالم طبعا اكيد سو اذا انا وفرت شوي وحضرتك وفرتي بنلاقي اخر النهار انه لا نحن موفرين منيح مياه طبعاً. مش كرمالنا بالنهايه برجع بقول في جيل بده يجي من بعدنا اذا نحن ما تركنا له شيء حلو صح. شو بده يكون عندهم صح. يعني بذات الوقت اذا بدنا نحكي شيء سستينبل ماتيريالز او قصص سستينبل مستدامه للبيت انت شو بتفكري؟ كنا حكينا انا وياك وقلت لك هذا من اكثر القصص اللي انا بحبها بالبيت اللي هي الاشياء الناتشرال يلي بنقدر نستخدمها يعني يمكن يكون فيها تبع
يعني من الطبيعة مثل مثل الشجر مثل الورد للشجر. وقلت لك كمان بكرة أنا إن شاء الله إذا هيك بدك يعني بيتي بدك أنت تكون عم تشتغلي على هذا الموضوع متشرف لأنه أنا فعلا هيدا الطابع بيعطيني راحة نفسية. صحيح ما هو هيك بيعمل إيه، ويمكن ما بعرف إذا أغلى أو أرخص ولكن راحة نفسية وبيعطي بالعكس يمكن أرخص على اللونج تيرم أرخص بيكون. يعني اليوم نقدر نلجأ لهيدول القصص يمكن نحط الورد أو نستخدم تاولات حتى كمان. خلينا نحكي هلأ عن البلانتس. إذا نحن بدنا نحكي عن الشجر، نحن الشجر كلنا بنعرف إنه بتأمن لنا الأكسجين وبتنقي البيئة they purify the air. سو نحن بهيدي الحالة كمان فينا نستعمل ولازم نكون وقت اللي عم نشتغل sustainable design ناخد حساب كمان الشجر والبلانتس يكونوا natural. بهالكيس ما منروح للارتفيشل ابدا. natural plants في بدكم تقولوا في كتير ناس هلا ممكن يقولوا انه ايه بس ما في شمس عنا، في plants من كل الفرايتي تقدر تعيش بالفور سيزونز ما بتهر. في plants بذات الوقت ما بدها شمس كتير ما بدها عناية كتيرة سو فينا نستعملها بالبيت بتعطي جمال. والادفانتج من الناتشورال plants انه ما بنزهق منه. الارتفيسيال عم نشتريها عم بتضل عنا بالبيت ما بيتغير حجمها. بتحس اصلا هي البلانتس بشكل عم بتعطي انرجي بتعطي طاقه بتعطي زياده عن هيك كشكل. البلانت الارتفيسيال حتضلها كل العمر موجوده بذات الحجم، بينما الادفانتج من الناتشرال زياده عن القصص اللي هي سستينبل وبتأمن الاكسجين وبتنقي البيئه بذات الوقت عم ننبسط نحن كل شهرين ثلاثة عم تنمى الشجرة عم بيقع أوراق منها شوي عم بيطلع غصون جديدة سو ما بتصير عيننا خلص حافظة ذات الشكل تتغير. كمان الفلاورز في أحلى من إذا عم ننقي البيئة ونحط كل شيء حوالينا يعني كل حواسنا نكون هيك سليمة ونوعا ما بويل بينج. كمان نحن حاسة الشم كتير مهمة بهيدي الحالة. شو منروح لشو منروح للفلاورز أكيد كمان الناتشورال فلاورز. هلا بهيدي الحالة الفلاورز الناتشورال بيضاينوا 3-4 يعني أيام مش أكثر بدهم يتغيروا من بعدها فينا نحن على السيزونز مختلفة نعملهم درايد نتركهم نحطهم بأوضة بعتمة بيتجففوا لوحدهم وبيصيروا درايد بلانتس بنستعملهم بغير مناسبة بنرجع يعني ما بنكون حتى عم نكبهم أو بس يموتوا هول البلانتس بنبعتهم لمطارح هن بيرجعوا بيعملوا لهم ريسيكلاج وبيعملوا منهم الورق سو كمان هيدي هول مبدئيا شربن والناتشورال تكستشرز او اذا بدنا نحكي القماشات حتى يعني مش بس بالانتيريور ديزاين حتى بالتيب نحن فينا نصنع القطن اللان فينا نستعمل كثير كثير من الخامات القماش نحن بيصنعون عنا بلبنان سو بنقدر. السجاد نحن بعدنا لليوم بنعمل سجاد سو زيت الوقت كمان نحن بس بدنا نشتري السجاد. بعرف السجاد الإيراني أجمل سجاد وأنا بيك فان لهيدا الفن يعني وكتير من البلاد الأوروبية عندهم كمان وكتير من الأتراك عندهم السجادات معروفين فيهم بس كمان نحن بهالحالة. خليني شوف شو في عندي ليبانيز أرتست بيصنعوا طبعا اكيد اكيد اذا دورنا وشفنا في قصص كثير حلوه أكيد في بكل مناطق ببيروت في بصيدا بطرابلس بسور وين ما كان في يعني بعد ناس متمسكين بهول الصناعات المهمه واللي هي بارت من ثقافتنا. صح شربل انا ما بدي كان يسرقنا الوقت هالقد يعني صراحه موضوع كثير كثير حلو وبيحمل بعد اكثر يمكن كنا بدنا نغطي على كيف هدول الامور او هدول التيبس بنقدر نستفيد منهم للمطاعم ولا الاوتيلات ولكن رح يمكن نخصص لها فقره ثانيه نتركها لبارت 2 لكن سرقنا الوقت. هدول هن لكينا السبع نقاط يلي بنقدر نستخدمهم بالتنميه الهندسيه المستدامه. اكيد بنتمنى كل المشاهدين يكونوا استفادوا منها مثل ما نحن يعني نكون هيك استفدنا من كل هيدي المعلومات. شربل اكيد رح نترك خميس الجاي لنحكي اكثر عن مواضيع ثانيه. لهون وصلنا لختام هيدي الفقره. ثانك يو كثير. ثانك يو لك رنا وبون ويك اند. مشاهدينا نحن وصلنا لختام هيدي الفقره ولكن بريك صغير وبنرجع.
عودة لكم مشاهدينا بدعوة من جمعية شباب شرحبيل، نظمت المعرض الخامس بمشاركة 15 فنانا تشكيليا وحرفيا وكاتبا، واجتمعوا في إطار ملتقى مبدعين تحت سماء صيدا وعرضوا إنتاجاتهم وإبداعاتهم. لنعرف أكثر عن هالملتقى وعن هذا المعرض بدي رحب بضيفتي دلال القيسي، فنانة تشكيلية وعضو جمعية شباب شرحبيل. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا فيك. يعني نحن بصبحيتنا اليوم رح نحكي عن الفن والإبداع ومعرضكم، وهالملتقى كان يعني مقر لعرض الإبداعات والنجاحات والفن. ولكن بالبداية خليني أبتدي معك عن جمعية شباب شرحبيل، خبرينا شوي عن هالجمعية وأهدافها ونشاطاتها. جمعية شباب شرحبيل تأسست تقريبا عام 2010. نعم. هي جمعية اجتماعية إنسانية وثقافية ضمت مجموعة من الفنانين، تقريبا حوالي 15 فنان من مختلف التخصصات. نعم. في منهم حرفيين، في منهم فنانين تشكيليين، في منهم بيشتغل بالاكسسوارات والقصص. كلها اعمال يدويه ورسم وفن. يعني ما في كتاب، في كتاب. نعم. في عنا اديبه، عنا مجموعه شامله، يعني عم نحاول نحن انه نضوي على فنانين اللي من صيدا. نعم. بالخاص هلا في من برا، بس نحن عم نضوي على فنانين صيدا. وهي الجمعية رئيسها هو الحاج وليد سبع عيون. نعم. ومؤسس ومسؤولة النشاطات فيها سيدة ريما سانجر. نعم. وعنا نحن تقريبا هذا الملتقى أو هذا المعرض اللي عملناه من يوم الجمعة، كان ثلاثة أيام، هو كان الخامس لمبدعون تحت سماء صيدا. خبرينا شو ضم، ماذا يضم هذا الملتقى؟ نحن الجمعية اللي هي الشرحبيل، جمعية شباب شرحبيل، بتضم مجموعة فنانين نحن سميناهم مجموعة فنانين مبدعون تحت سماء صيدا. ليش هيدا العنوان؟ خبرينا. هو عنوان يعني يعني هو لانه متواجد، اتفقنا عليه متواجد من صيدا. هن الفنانين الفنانين يلي شاركوا بهيدا المعرض هن كلهم من منطقه صيدا. بس انه اكيد في كل الاشخاص تشارك معكم. طبعا في. نعم. اللي بده ينضم ما في مشكله عنه. نعم. فهذا المعرض اللي عملنا كان يوم الجمعة، كان جمعة سبت أحد ثلاثة أيام. كان الافتتاحية كانت يوم الجمعة، ضم مجموعة من الفنانين، عنا أدباء، في عنا نحن خطاطين كمان بالجمعية. فضم شو 15 فنان تقريبا. نعم. في منهم فنانين تشكيليين، في رسم على إزاز والتشكيل على إزاز. في عنا كمان مين في، يعني تقريبا اذا بدي اعدد لك اياهم هن مجموعه كبيره. اذا بدك اقول لك اسامي الفنانين يعني اذا بتحب. اكيد. يعني حلو انه نضوي على اعمالهم، على ناس مبدعين عندهم هيدي المهارات، انه نكون عم نذكرهم. سهر الشامي مثلا فنان تشكيليه، في عنا سيرين سبع اعين، في عنا بادر البابا بتشتغل على الازاز السيراميك والقصص، كثير. نعم. شغلات حلوه. في عنا حياه ادهم فنان تشكيلي، في عنا ابراهيم سبع اعين فنان تشكيلي، في عنا خضر حجار فنان تشكيلي، في عنا سهى سليم كمان بتشتغل بتعمل شغل على القلعه الصيدا وهالشغلات بالحجام الكبيره. حلو. في عنا سوريا سنبل فنان تشكيلي، في عنا رنا السمره فنان تشكيلي، في عنا اسماعيل الشريدي كمان، وفي انا ما شاء الله. يعني وفي عنا الأديبة ميسون رشيد. يعني معرض وملتقى مليء بالمبدعين والفنانين. كتير حلو أنه الأشخاص تكون عم بتشارك بهيك معرض. كيف كان تفاعل الفعاليات والمشاركة بهالمعرض؟ هل كان في زوار؟ هو كان في زوار في عنا. نعم. كيف كان التفاعل؟ لا كتير حلو كان أول يوم. كتير حلو بالنسبة إلى الوضع العام والوضع. نعم. الاقتصادي والوضع الاجتماعي. كان كتير حلو هاليوم. اليوم الأول والثاني كان كتير حلو. اجى عنا نواب من البلدية، في عنا الدكتور نزيه الدكتور عبد الرحمن البزري، في عنا الدكتور أسامة سعد، السيدة نجلة سعد، اجى مثلا نواب من، اجى عنا السفير لبنان في الأمم المتحدة السيد
عبد المولى الصلح، في عنا اجى من تيار المستقبل مثلا عضو المكتب التنفيذي الاستاذ محمود الايسي ومازن حشيشو، في عنا مجموعه كبيره اجوا كثير زوار صحفيين، اجوا عنا من منتدى الفن التشكيلي فنانين اجوا زارونا كمان. نعم. صحفيين. كان هيدا المعرض مثل كل سنه، هيدا المعرض الخامس هيدا يعني. الخامس. ايه كيف كان يعني، هل كان بيشبه السنوات السابقه؟ لا هو دائما كل مره هلا لانه نحن شوي بوضع وضع البلد مختلف عن السنوات السابقه، خبرينا شوي بلمحه سريعه كيف كان بالسنوات السابقه وكيف هل يعني كان بيشبه هيدا السنه بيشبه؟ ما في سنه بتشبه غيرها، هو نعم. كل سنه بنلاقي نحن حلو بالنسبه. نعم. لتيجي السنه مثلا هل هيدي السنه لقينا انه بالنسبه لهذيك السنوات احلى كمان. هيدي السنه ما في شيء، هي السنه كان احلى من هذيك السنوات. ما في يعني انه ما في شيء بيشبه شيء يعني، هو حسب هي بتجي هيك نسب حسب الناس حسب الوضع، بس انه بالنسبه لنا الوضع اوكي منيح يعني كان. بس هو كان نتمنى يكون شيء احسن من هيك، يكون في مثلا بيع لوحات اكيد هيك شيء اكيد. هو وضع الاقتصاد اليوم مش كثير عم بيساعد، ولكن هل عم بيكون في مبيع بظل هذه الاوضاع؟ لا هالمره ما كثير يعني، شيء قليل لا يذكر. ولكن السنوات السابقه كان في شوي يعني. أوكي. عم بقول لك مش يعني. طب خبريني اليوم المعرض بقى 3 ايام، من اي ساعه لاي ساعه؟ هو اول يوم كان من 5. هل كان في برنامج معين؟ طبعا كان. خبرينا شوي كان عن هذا. اول يوم المعرض كان من الساعه 5 للساعه 9، ثاني يوم كان من 5 لل 9، وثالث يوم. بس هو كان طبعا الافتتاحيه دائما هي احلى يوم، بيجوا الفعاليات في كثافه العام. طبعا نعم. يعني من اي ساعه قلتي لي؟ من 5 لل 9 كان من اول يوم. نعم. وباقي الايام تقريبا كان من 5 لل 8 هيك شيء يعني. سيد دلال خلينا نتطرق انا وياك شوي لفنك وموهبتك، هيك حابين نضوي على هذا الموضوع كمان. اليوم دلال فنانه تشكيليه من رسام الكاريكاتير. اها خلينا نحكي هيك شوي، من وين اكتشفتي موهبتك؟ من اي عمر؟ ووين بتعرضي لوحاتك؟ وشو هن اللوحات يلي بتستوحي لوحاتك من اي نقاط؟ انا فنانة تشكيلية ورسامة كاريكاتير. هلا رسم من انا وصغيره، بنت بنحكيها دائما من عمر صغير. نعم طبعا الواحد تطور وتعلم وهيك، والخبره بتعطي يعني بتعمل تسقل الموهبه اكثر. نعم. هلا انا عندي اتيليه بصيدا، اتيليه دلال الفنون، هو لتعليم الرسم ولبيع اللوحات. فعاده في لوحاتي كل من انا. نعم. هو الاتيليه بتحسي انه معرض ومنه لتعليم الرسم. والرسم الكاريكاتير هو اجى عن طريق يعني انه عملت رسمي لجوزي بالشركه اللي عنده، طلب مني رسمي وانا ما برسم كاريكاتير كنت. زوجك اللي هو الداعم الاول طبعا يعني. كنا عم نحكي انا وياك انه دائما زوجك عم بيكون داعم لك بكل الخطوات دايما. اكيد بنوجه له تحيه، هو موجود معنا اليوم. داعم الاول لفنك وكل الابداعات يلي دايما حضرتك عم بتقومي فيها. خبريني شوي عن اللوحه يلي طلبها منك انك ترسميها. طلب رسمي لشركه، الشركة عنده عن ال هو كانت عن علبة التونة هي، وعن مثلا كيف انه بدنا نعمل مثلا رسمة انه مثلا انه كتلة الموظفين وزيادة الموظفين عن العدد اللازم. نعم. شو بيعمل؟ فعملت علبة التونة انا وبقلبها موظفين مكدسين تكديس هيك بقلب علبة، انه شيء صغير يعني بس بقلبه شيء زيادة عن اللزوم. طب هذا الشيء ايجابي ام سلبي؟ لا هذا منه، هذا سلبي كان تقريبا. سلبي نعم. هيدي تقريبا يعني. كنت عم توجه هيدي الرسالة للأشخاص؟ للشركات. للشركات بشكل عام. للشركات. فيكم تكونوا عم بتوصفوا العدد يلي لازم يكون عم بشارك بهيدي الشركة، ولكن زيادة العمال عدد أو هو استهلاك للطاقة البشرية يعني بطريقة كتير سلبية. ومش بحاجة لهذا الموضوع. عملنا كتير شغلات. حلو كتير. بعدين أنا بلشت بقى من هالمنطلق هيدا، طلعت أنا صرت أرسم كاريكاتيرات سياسية اجتماعية، أنقض وضع بلبنان، أنقض وضع. نعم. بأمريكا، بإسرائيل، بفلسطين. وعندي كتاب وقعت عملت كتاب، توقيع كتابي كان من سنتين، وقعت كتاب الأنثى الأفعى. والاسم هيدا طلع من وراء جريدة هارتس الإسرائيلية. لما حكيت عني قالت إن الأنثى الخطرة، إنه فاتت عندي على كان عندي ويب سايت على الفيسبوك
على الويب سايت قبل ما يطلع الفيسبوك وهيك. نعم. فعامل كاريكاتورات انا ونسوان هيك عشبابيك محطوطه بتعمل كليك على الشباك بتفوتي، فهن فاتوا على كليك اللي فيه كاريكاتورات. طيب لقوا شغلات هيك يعني صدمتهم، يعني انه كيف مثل مثلا ست بترسم هيك كاريكاتورات. عملت كاريكاتورات هيك عن مثلا عن ايران وعن هيك، بديش فوت فيهم بالتفاصيل. نعم. انا نعم. فقالوا انه بتفوت بالقطب المخفيه وكتبوا انه بتفوت على السايت بتفكر حالك فايته على صالون نسائي بتنلدع جوا. ومن هذا المنطلق سميتي كتابك سميت الأنثى الأفعى. نعم. هلا ان شاء الله رح شو هو عباره عن 5 ابواب. نعم. بتفوتي مثلا باب عن هموم المواطن اللبناني، بتفوتي عليه بتشوفي كل مرق علينا تقريبا، يعني شو مرق علينا بلبنان مشاكل ذكرتيهم بهذا الكتاب. ايه كلهم. نعم. بالكتاب. وبتفوتي فلسطينيات، هموم اجتماعيه، هموم عربيه ودوليه. نعم. واجتماعيه. خلينا نرجع لموضوع المعرض والملتقى، أعمالك يلي شاركتيها بهذا المعرض، خبرينا شوي أكثر. شاركتي باللوحات الرسومات، خبرينا بشو شاركتي هالمرة، والأشخاص شوي. كمان يلي شاركوا لوحاتهم، خبرينا شوي أكثر. هن شاركوا بأعمالهم، في منهم أعمال زيتية، في منهم أعمال أكريليك، في منهم أشغال يدوية. الأعمالي أنا شاركت فيها، ركزت على البورتريه أكثر شيء، وجوه. ما بقى هلا ليش الوجوه انا بحب انا اعلق على الوجوه، بحب ترسم التفاصيل. تقدري تقرا التفاصيل الحزينه اكثر، مثلا المره الكبيره، الست الكبيره. ليش ما يمكن هالشيء فيي انا، يمكن بحب اعلق على هالشيء. يعني بحس فيها هيك انسانيه اكثر، بتحسي انت عم تطلع فيها، بتحسي يعني في شيء تاتش هيك بتحسي. دائما الفنان او الكاتب او الشاعر او اي حدا مبدع بيبتكر أفكاره من ذكريات أو مواضيع هو بتجذبه، فبفتكر ما بعرف أنت يمكن بتقدري الشخص الكبير بالعمر أكيد. هو يمكن أكثر الأشخاص اللي لازم نحن كلنا نقدمهم ونحترمهم، نقدرهم ونحترمهم ونكون عم نقدم لهم كل يد المساعدة. بعدين أنت كمان ما بتشوفي اللي عم يصير بغزة، بتحسي أنه في يعني شوفي وجوههم، وهيدا بخليك بيعطيك هيك دفع انك تعملي شيء، ترسمي شيء. سيد دلال، خبريني هل اولادك عندهم نفس الموهبه؟ ايه عندي ابن شاب هلا، هو كاتب، هو بيحب الرسم، بس هلا صار ميوله مركز اكثر على الكتابه. انت عندك ولد واحد كمان عنده موهبه الكتابه، بفتكر من الوالد، لانه الوالد هو بيكتب والرسم منك. والرسم منك، يعني اكتسب الموهبتين الحمد لله. قد ايه هذا الشيء هيك بيبسطك وبتحسي انه انت فعلا قدمتي و يعني زرعتي، وزوجك كمان زرع هيدي الموهبه والابداع؟ الفخر لإلي ابني. يعني قد ايه بتشجعوه؟ قد ايه عمره؟ هلا 29. 29 كمان خبرتيني انه كتب عنده كتابين هلا، وان شاء الله هلا ماشي بالكتاب الثالث. خلينا انا وياكي نختم باخر سؤال، يعني اذا في شيء بتحب نضوي عليه بعد بالمعرض او الملتقى. لا هيدي هو، ان شاء الله حنخبركم ان شاء الله بمعرض الجاي، لانه ناويين نحن نضلنا نعمل معارض لحتى نطلع من هالجو، يعني أكيد حتى نثبت كمان انه صيدا بلد للفن وللانسانيه. وهذه كمان هذه خدمه للمجتمع، يعني انه ندور على المثقفين، على الفنانين. اكيد اكيد. خبرينا عن اهميه النشاطات الفنيه والثقافيه بظل هيدي الظروف الصعبه. هل هذا الشيء بدل على انه نحن طبعا دائما اللبناني عنده امل لغدا افضل؟ هل هذا الشيء بتشوفي من منطلق الفني والثقافه انه نحن عنا امل؟ وقد ايه بتشجعي الاشخاص اللي عم يسمعونا اليوم انه خليكم قوية وثابروا وكملوا وغدا رح يكون أفضل إن شاء الله؟ أكيد أكيد، الفن هو واجهة ثقافية، واللي عم نعمله نحن هيدا دليل على أنه نحن بإذن الله قوية، بإذن الله مثابرين. كل واحد عنده يعني شو في عنده، فنان إن كان دكتور، إن كان فنان، إن كان عامل، إن كان شو ما كان، عم بيقدم اللي بيقدر عليه لحتى نقدر
نكفي نكفي ونطلع من جو اللي احنا فيه الحزن نعم اكيد. انا بدي اتشكرك دلال على هالمشاركه خلال حلقتنا اليوم، اكيد بنتمنى لك كل التوفيق ورح يكون لنا لقاءات اخرى ونتابع كل اعمالك، كل التوفيق لك. مشاهدينا نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، اكيد ترقبونا بكره بحلقات جديده وفقرات جديده. باي باي.